السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات ملاعب اليوم. إن شاء الله بإذن الله تكون حلقة كده فيها أخبار كتير ومفاجآت كتير. إن شاء الله نبدأها بكل الناس بتتكلم دلوقتي على مباراة مصر. عايز أقول لكم إن يوم بعد يوم بحس إن الشعب المصري ده شعب طيب جدا، شعب الحقيقة محترم جدا، وشعب مخلص جدا، شعب بيزعل أوقات قليلة جدا، شعب حنين. هقول لكم كل الأسباب دي، بس هي المشكلة دايما بيني وبين ياسر عاصم الأخبار. نروح الأخبار عشان ما نزعلوش وارجع لكم تاني. أزمة النهائي الأفريقي مستمرة، عباس يطعن على قرار أبو زيد رسميا، جوزيه ينافس البدري على قيادة الترجي، الكابتن طلعت يوسف في ضيافة الملاعب اليوم. كل الناس بقالها فترة بتتكلم على ماتش منتخب مصر وغانا. احنا عارفين ان النتيجة هناك كانت صعبة جدا، كانت هزيمة قاسية للمنتخب الغاني على المنتخب المصري 6-1. الناس هنا زعلت جدا، الناس هنا قالت ماتش اللي راجع خلاص اصبح ملوش لازمة. ابتدت الناس سنة تقول لا، الماتش اللي راجع ده رد اعتبار للكرة المصرية، الماتش اللي راجع ده مهم جدا عشان اللعيبة دي تقف على رجليها. بس مش هنروح، الناس مش هتروح، مش يعني مش عايزين جمهور في الملعب ولا حاجة، يلعبوا زي ما يلعبوا بقى بره مصر في اي حته، مفيش مشاكل. يوم اتنين الناس ابتدت تهدى، الناس ابتدت تتكلم ان انت لازم تخلي برادلي يمسك اخر ماتش كرد اعتبار ليه، الراجل برضه ما عمل لنا. الناس في الشارع بتتكلم، الناس ابتدت دلوقتي تتكلم ان احنا لازم نكون في الملعب ورا اللعيبه دي لحد صفاره الحكم. الحقيقه حديث بسمعه تدريجي كده، يعني انا معاشر الناس في الشارع من اول يوم هم زعلانين وهم قاسيين وهم بينتقدوا، مش عايز اقول مثلا بيشتموا، اي حاجه تعدي ماشي، الناس برضو كانت زعلانه مش مشكله، ولكن سرعان الناس لما رجعت وردت وقالت ان احنا لازم نروح الاستاد. الناس دلوقتي بقت بتسال على التذاكر، بقت بتستفسر، كلنا هنبقى في الماتش، كلنا هنروح ماتش المنتخب منتخب مصر وغانا اللي جاي، كلنا هنروح نشجع منتخب مصر. الناس عارفه ان الفرصه ضعيفه جدا، تكاد تكون شبه يعني الفرصه مش موجوده، بس مش عايزين نقول كده علشان الناس بندي امل يقول لك ما تديش، لا هي الفرصه شبه مستحيله، بس مفيش حاجه مستحيله في الكوره يعني. بس شعور الناس ان هي ابتدت من دلوقتي عايزين التذاكر، والناس ابتدت دلوقتي تروح اتحاد الكوره وتسال التذاكر هتتباع فين، احنا عايزين نحضر الماتش ده. وابتدت مبادرات تطلع على الفيسبوك الحقيقه بشكل كبير جدا من جميع اطياف المجتمع، يعني من الناس اللي في الاي سي والجامعات الامريكيه والجامعات العاديه والناس ورابطه المشجعين وكل والحاج عصام ويوسف كل الناس واحمد شبرا، كل الناس عايزين اللي هو نعمل ندوه، عايزين نعمل مؤتمر، عايزين نعمل تجمع، عايزين نجمع 20-30 ألف، عايزين نكون في استاد الدفاع الجوي بشكل كبير. هو راح بيساند مين؟ ده سؤال. الناس دي في النهايه بتساند مين؟ بتساند مين؟ بتساند وائل جمعه، ابو تريكه، برادلي، ضياء السيد، زكي عبد الفتاح، كل الاحتفاظ يعني الالقاب، اتحاد الكوره، الناس دي راحه يا جماعه بتساند مصر. الناس دي بتحب مصر، الناس دي راحه تساند مصر. بس الناس دي عندها استعداد تعمل اي حاجه عشان اسم مصر. يقول لك انا مش مهم، خلاص مش هوصل كاس عالم ماشي، بس اكسب هنا على ارضي، اكسب وسط جمهوري. ادي مسج للناس ان الشعب المصري ما يسيبش فرقته. الناس النهارده ابتدت تنادي على ابو تريكه وعلى وائل جمعه وعلى حسام وعلى خالي وعلى شادي، على كل الناس ابتدت تنادي عليهم بقى، قوم بقى اقف على رجلك، قوم بقى كانت لعيب اصحى، لازم تيجي تعوض هنا تاني، قوم. حتى النهارده ازمه شريف اكرامي، الناس النهارده مش مركزه، خلاص شريف النهارده ما كانش قادر يقف، قادر قوم جمع نفسك. صبحي، الشناوي، كل الناس النهارده بقت واحد واحد. الناس النهارده فرحانه بالزمالك علشان شيكابالا لعب، حازم امام ابتدى، كله عبد الشافي بيلعب، يعني الدنيا مختلفة. الناس دايما في مصر زي ما بقول لكم عندها أمل، الناس بقت ورا المنتخب دلوقتي في اللقاء الجاي، الناس بتسأل على التذاكر، الناس عايزة تروح تحضر الماتش. أنا بقى عايز أقول لكم موضوع تاني كمان، بعد يعني ما أنا شكرت في الناس وقلت لكم القصة، الماتش ده يا جماعة ليه أهداف كتير قوي عشان الناس بس تبقى مركزة معانا. من أول أهداف الماتش ده إن إحنا ندي رسالة للناس إن الشعب المصري ده واقف ورا منتخب بلده. وصل كاس عالم ما وقفش، انا واقف بشجع لاخر دقيقه. نمره اتنين ان انا مش بضيع كل واحد عمل مجهود زمان، انا ابو تريكه اللي فرحني ووائل جمعه اللي اسعدني وحسام غالي وكل الناس وكل اللعيبه وشيكابالا وكل الناس. مش في ماتش انت خسرت وانا ذبحتك، زعلت منك، قصرت معايا، بس انا في ظهرك، هتقوم تاني تقف على رجلك.
في اهداف تانية عشان الناس تبقى عارفة ان ده لازم يكون خطوة لبداية النشاط ورجوع الجمهور المدرجات. لازم النهاردة نمسك في الفرص ونستغلها. احنا دلوقتي عايزين نرجع الدوري، عايزين نرجع النشاط. من غير الدوري ما يرجع المركب مش هتمشي، مش هتمشي. شفنا مستوى الاهلي عامل ازاي، مستوى منتخب مصر عامل ازاي. احنا دلوقتي محتاجين نرجع الدوري. يعني احنا مثلا هحكي لكم حاجه، احنا امبارح قاعدين بنتكلم وبنختلف، ووجهات نظر يمين ووجهات نظر شمال، وفي ملف البث وناس تقول حصري وناس تقول مش حصري، وناس تقول 100 مليون وناس تقول 5 مليون. قول زي ما تقول، هتبيع ايه انت في النهايه؟ هتبيع فين المنتج؟ فين المنتج؟ هو دي القصه. المنتج ده هيجي ازاي؟ هيجي من الماتشات تتلعب. الماتشات دي هتتلعب ازاي اما الجمهور ما يبقاش فيه مشكله، اما الامن يحس ان انا ما عنديش ازمه؟ ده سؤال الحلقه اللي ياسر نزله لنا على الشاشه. هل انت على استعداد تشجيع منتخب مصر في مباراه غانا من الاستاد؟ برضه هنفتح التليفونات وهنسمع النهارده كل وجهات نظركم على المسجات على الفيسبوك. هنفتح التليفونات هنسمع النهارده ان شاء الله باذن الله كل وجهات نظركم. بس عايز اقول لكم حاجه، لازم احنا برضه نكون هنخلي بالنا. نخلي بالنا من مين؟ انا مش عارف، ما اعرفش يعني هل ممكن حد مثلا ما بيحبش البلد، حد مثلا عدو لينا يخش عايز يبوظ ماتش زي ده؟ اكيد مش هيعرف. يعني اكيد لما تبقى فيه 20 30 الف بيحبوا البلد جايين يشجعوا بيحبوا الكوره، حد هيخش يضايقنا؟ حد هيخش يبوظ علينا؟ لا، احنا هندي رساله للناس، هندي رساله للداخليه هنا. محدش يأمننا، احنا جايين نشجع فريقنا، احنا جمهور ملتزم، احنا جمهور محترم، احنا عايزين الدوري وعايزين الجمهور يرجع المدرجات وعايزين يبقى فيه التزام. احنا لازم ندي 50 رساله الماتش ده. لازم نقول للناس ان احنا هنتغير، لازم نقول احنا بنفتح صفحه جديده، لازم نقول النهارده ان احنا راجعين بشكل مختلف. لازم نحس ان توقف الدوري ده هو اللي خلى الاهلي مستواه كده، وهو اللي خلى المنتخب مستواه كده، هو اللي خلى مش عارفين نختار غير من فريقين او ثلاثه. يعني الامور تبقى واضحه، هو اللي خرب بيت الناس وافلس الانديه، هو اللي خلاك النهارده مش قادر تتكلم على البث، مش قادر تتكلم على سعر الدوري. جاي سمعنا امبارح زميل وليد عبد الهادي كان بياخد الدوري ب 2 مليون ثم 7 مليون ثم 11 مليون، والنهارده انت راجع بظهرك مش طالع لقدام. ايوه احنا النهارده حتى كقنوات عايزين الدوري ده يبقى ب 20 مليون، هيبقى امتى؟ اما الاعلان عليه يزيد، اما الاقبال عليه يزيد، اما المعلن يجي يجري عليه، اما يكون فيه جمهور، اما يكون دوري ثابت، اما تكون الدنيا هاديه. كل ده هيمشي والناس هتيجي وتستثمر في البلد والامور هتمشي والقصه هتختلف طول ما في ماتشات، طول ما في انتصارات. الناس امبارح وهي بتتفرج، ناس بتقول لي امبارح على ماتش الزمالك وطنطا اللي ياسر جايبه لنا قدامنا ده، المستوى ما كانش قد كده. ما هو اكيد المستوى ما قدش كده، اللعيبه دي يعني زي ما بيقولوا كده ايه، عايزه تزيت يعني، خلاص المكنه واقفه بقالها قد ايه. لازم الدنيا تمشي سنه سنه، بس الناس عندها سعاده بعوده النشاط، سعاده. فاهم قصدي؟ مستويات هتبتدي تشوف، هتبتدي تتفرج. حازم امام اتكلمنا عنه كتير، ما حدش هيشوفه غير في جون زي ده، وجعفر في جون زي ده، والناس تبتدي تصحى، شيكابالا يبتدي يفوق. نسمع بقى حتى النهارده وانت عايز تبيع شيكابالا في نادي الزمالك. امبارح معايا خبر ان الزمالك عرضوا على الهلال السوداني، يعني حتى مش منطقي. يعني واحد زي شيكابالا ده راجل نجم، انا اروح اعرضه؟ اي حاجه تتصدق دلوقتي، او المريخ السوداني، بس تصدق ليه؟ انا ما عنديش نشاط. لكن النهارده لو انا عندي نشاط هعرض شيكابالا على المريخ السوداني، هعرض عماد متعب على المريخ السوداني، هعرض اي فرده تقيله عندي في حته، هيجروا يشتروا ويدفعوا ملايين، وهنسمع ارقام والامور هتختلف. زي ما قلت لكم ماتش منتخب مصر النهارده كان بيتساوي بكام؟ كان بيتساوي ب 50,000 دولار ثم 100,000 دولار، ثم النهارده بتلعب اوغندا وبتدفع لها. يا جماعه الناس لازم تفهم الفروقات، لازم تفهم ان احنا في احتياج لماتش وجمهور، في احتياج ان احنا نرجع النشاط، في احتياج ان الكاس يكمل والدوري يكمل، في احتياج ان المنظومه كلها بالكامل في احتياج لكده، في احتياج. وكل وقت وليها اذان. احنا في يوم من الايام لعبنا البرازيل في عهد الكابتن سمير زاهر، اخذنا 150,000 دولار احنا بنلعب البرازيل. مين يدفع لمين؟ احنا ادولنا 150,000 دولار، كنا فرقه واقفه على رجليها. فارجوكم يعني اهو بنترجى الناس، ماتش مصر هنا وغانا ماتش مهم جدا جدا جدا، ماتش مهم للجمهور، ماتش مهم لالتزامه. لازم كل واحد دلوقتي يتحط قدام مسؤولياته، لازم الجمهور يتحط قدام مسؤولياته، والدوله تتحط قدام مسؤولياتها، واتحاد الكوره يتحط قدام مسؤولياته، وجمال بيه علام رئيس اتحاد بالذات لازم يتحط قدام مسؤولياته. مساء الخير يا جمال بيه. مساء الخير يا كابتن سيف وتحياتي ليك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ ايه يا فندم؟ خط قطع؟ طيب هنجيب جمال بيه تاني، لسه هنحط جمال بيه قدام مسؤولياته
هرب مننا، بس هيروح مننا فين؟ هنجيبه ونحطه قدام مسؤولياته. زي ما بقول لكم كده، هي الدنيا دي مش هتمشي غير ما كل واحد يتولى مسؤولياته. بس ما فيش داعي بقى نتعب بعض، يعني ما فيش داعي اجيب جمهور يعمل مشكله مع الداخليه فالداخليه تمنع وجود الجمهور، فالاتحاد يتدخل، فالناشد، فالنادي، ففي الاخر مين اللي خسران؟ احنا اللي خسرانين. ولا في كوره ولا في ماتشات ولا في جمهور. يعني حتى الجمهور اللي بيعترض هتعترض على ايه؟ ما هو ما فيش كوره، هتشجع مين؟ هتشجعنا انا؟ هتشجع ايه؟ الاتحاد النهارده اللي قاعد هيدير ايه؟ ما هو ما فيش دوري. اللعيبه دي هتلعب هتتمرن ليه؟ ما هو ما فيش لعب. يعني اصبحت حتى اما نيجي نتخانق على حاجه، نتخانق على حاجه الاول موجوده، نجد الموضوع، نجد المنتج، نحارب على المنتج، نحارب على القصه. عشان كده اي واحد النهارده بيتكلم او اي النهارده اعلامي كبير او اي واحد يقول ان نمره واحد واثنين وثلاثه هي عوده النشاط. جبل بيمسى الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، وتحياتي ليك. وفعلا كل واحد لازم يعرف مسؤولياته. ما احنا يا فندم عمالين بنرتب اهو، بنحط كل حد قدام مسؤولياته، لقينا الملف اللي قدام حضرتك ملف كبير، يعني لازم حضرتك بقى تبقى في حته كبيره ان شاء الله. ربنا يكرم ان شاء الله يا كابتن سيف. احنا بالنسبه طبعا يمكن المسؤوليه الكبيره اللي علينا ان احنا نرجع النشاط. يمكن احنا بدانا بالكاس الحمد لله، النهارده يمكن احنا بنطمئن على المسابقه شغاله كويس لغايه دلوقتي. ان شاء الله باذن الله برضه في الفتره القريبه جدا ننتهي من الكاس، يعني يمكن على اوائل 11 يكون خلص الكاس. عندنا برضه المهمه الاكبر اللي هي منتخب مصر، احنا عارفين ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه دي مهمتنا الاساسيه، ان احنا نرجع ازاي سواء الجهاز او اللاعبين للحاله النفسيه كويسه جدا ان هم يقدموا مباراه ترد اعتبار الكره المصريه. الحاجه الوحيده اللي احنا لازم نتكلم فيها كابتن سيف، زي ما احنا كل واحد عليه مسؤوليات، كل واحد برضه لازم توصل لينا الثقافه الرياضيه بالظبط. يعني لابد ان احنا نحس فعلا بالناس اللي بتشتغل، الناس بتعرف بتدير ازاي، عايزه تدير ازاي، المكان موجود ايه، المكان اللي احنا بندير منه ايه، الالتزامات اللي علينا ايه، اللي احنا بناخده ايه. احنا لغايه دلوقتي يعني يمكن لو اتكلمنا كابتن سيف هنلاقي الفتره اللي فاتت كلها احنا بندير وحدنا، بنتكلم كتير، بنقول ان احنا عايزين الدوري يرجع، عايزين الكاس يرجع. المسؤولين في الدوله الحمد لله مشكورين دلوقتي، يمكن لما بدانا في الكاس قالوا خلاص اوكي واشتغلنا في الكاس. المباريات نقلناها وزعناها بدل القاهره والجيزه بس، طلعناها بره خالص واقمنا الكاس. نتمنى ان كل فرد الفرد برضه في الانديه يعرف ان هو عليه التزامات برضه الفتره اللي جايه. نتمنى ان احنا برضه زي ما احنا بندور على المشجع المصري، المشجع المصري لازم يدور علينا. النقد يقل شويه، احنا اصبحنا كلنا في حاله نقد مستمر سواء في كل مجال موجودين فيه في مصر. نتمنى ان احنا الفتره اللي جايه تبقى فتره يعني كل واحد زي ما انت قلت يبقى عارف الالتزامات اللي عليه ايه ومسؤولياته ايه. جمال بيه، يعني كنا بنتكلم دلوقتي الحقيقه يعني على الشعب المصري عامه، احنا الشعب بتاعنا شعب طيب وشعب جميل الحقيقه، يعني حتى بعد حاله الحزن اللي سيطرت على الشارع بعد اللقاء مصر وغانا، ولكن يعني الشارع تعافى من الازمه، ابتدى ينادي على اللعيبه، ابتدى يرجع يقف تاني، الناس النهارده بتسال على التذاكر، هنحضر الماتش ولا لا، عايزين نكون في ظهر المنتخب، ايه ترتيبات المباراه بقى؟ هل انتم متحمسين برضو لمباراه العوده؟ هل فعلا في تجهيزات؟ هل اللقاء بجمهور؟ ان شاء الله يا كابتن سيف احنا طبعا احنا يهمنا الجمهور في المقام الاول، يهمنا الشعب المصري في الفتره اللي موجودين فيها دي دلوقتي، يبقى فعلا ان احنا نرجع لهم بسمه ولو بسيط زي ما انا قلت لحضرتك، حتى رد كرامه الكره المصريه، لان فعلا اللي حصل يمكن احنا زعلنا، ويمكن انا طلعت وتاسفت للشعب المصري كله، كان متوقع ان فعلا من مباراه غانا هيبقى بوابه العبور لينا. اللي حصل طبعا يمكن الناس اتكلمت فيها والمستوى اتكلموا فيه، واحنا وقلت كده هل ان احنا كشعب مصري نتقبل الفتره اللي جايه ان احنا نعيد التجربه الغنيه موجوده في مصر؟ احنا عندنا استعداد كمجلس اداره فعلا ناخد القرار ده، لكن كثقافه ان احنا نتقبل الهزيمه دي صعب جدا، وانا كمصري وحدي مش كرئيس اتحاد مش هتقبل، يعني ان احنا مش مهيئين لنفس الفكره دي. لكن اعداد المباراه اللي جايه لا احنا متحمسين ليها، في لجنه شكلناها، اللجنه دي شغاله بالنسبه للمباراه بترتيباتها، بتوزيع كاس التذاكر بتاعتها،
يبقى في تنسيق بيننا وبين الداخليه والقوات المسلحه في الفتره اللي جايه. لا شغالين فيها واحنا متحمسين ليها كتير جدا يا كابتن سيف. الحقيقه الفتره اللي فاتت يعني يحسب لاتحاد الكوره ويحسب لحضرتك مواقف كتير الحقيقه مشرفه، منها الثبات بعد الهزيمه، الثبات على برادلي، ما فيش قرارات انفعاليه مع ان كان كله ممكن ينط من المركب وكان ممكن كله يشيل يعني الناس الفواتير. الحقيقه دي من الحاجات اللي تحسب برضو لحضرتك ومجلسك. ولكن يعني سمعنا كلام ان حضرتك قلت ان انت الفتره الجايه هتلجا لاصحاب الخبره وهتعين مدير فني للاتحاد يبقى يعني مسؤول عن المدربين وعن الاجهزه الفنيه للمنتخبات، هل بالفعل ده كلام مظبوط وهل بالفعل في اسامي يعني رشحتوها؟ طبعا اصحاب الخبره احنا ما نقدرش نستغنى عنهم، واحنا قلنا كل اللي ليه خبره يبقى موجود في الاتحاد. مش معنى كده بالتقليل من مجلس اداره، لا مجلس اداره فيه ناس خبرات كبيره جدا وفيها ناس عندها دافع انها بتشتغل والحمد لله بيشتغلوا، وانت عارف ان مجلس الاداره كله متطوع، الناس كلها بتعمل جاهده. لكن عندنا في دلوقتي فعلا ان احنا هنختار مدير فني للاتحاد ومدير للمنتخبات، يعني كمان اداره المنتخبات لابد ان احنا هنفعلها الفتره اللي جايه وتبقى في اداره للمسابقات اداره كامله. قبل ما هنخش الاتحاد هيبقى الهيكله دي موجوده عشان نشتغل بقى صح. يعني الفتره اللي فاتت يمكن احنا اشتغلنا على نفس الوضع الموجود، الناس اللي موجوده موجوده والناس اللي بتادي هي بتادي كتاديه، لكن احنا عايزين الشغل بقى يبقى في الاتحاد بحرفيه. لكن موضوع ان احنا الماتش اللي جاي، لا الماتش اللي جاي ده هو اولوياتنا الاول، وبعد كده في نفس الجلسه ان شاء الله يمكن في جلسه الاجتماع بتاع مجلس الاداره اللي جاي لابد ان احنا نرجع برضه في عندنا تحديات بالنسبه لاقامه المباريات الدوري، في عندنا لابد يكون في لجان شغاله، لجان المسابقات موجوده، ان شاء الله باذن الله نطلع بقرارات كويسه واسماء ترضي الشارع المصري يحس ان فعلا في تغيير في الفتره اللي جايه. املي بس ان احنا نستنى على الاتحاد ده بعد ما يستقر في مكانه، بعد ما احنا نقعد في مكاتبنا نشوف الناس اللي قدامنا ايه اللي شغال وايه اللي مش شغال. لكن احنا الظروف كلها كانت صعبه في الفتره اللي فاتت يا كابتن سيف، الظروف كانت يعني كلها ضدنا بما فيها المباراه، يعني احنا والمباراه اللي جايه برضو ان احنا لابد ان احنا نتهيأ برضو نفسيا لكل اي حاجه جايه. انا طلعت للشعب المصري، انا يعني انا من الشعب المصري والمجلس اللي معايا هو من الشعب المصري، احنا مش عايزين نتغلب ولا عايزين تحصل لنا كارثه وعايزين نشتغل الصح. ان شاء الله باذن الله يكون في تخطيط صح في الفتره اللي جايه. سمعت يعني كان في تصريحات لحضرتك عبر المواقع على تفضيل حضرتك للجهاز الفني القادم لمنتخب مصر مع ان الموضوع سابق لاوانه، ولكن في ناس الخط قطع. طيب نحاول نجيب جمال بيه تاني. بنشكر جمال بيه علام رئيس اتحاد الكوره ونحاول نطلبه تاني. ده زي ما انتم شايفين ده المبنى الجديد بتاع اتحاد الكوره. حاجه الحقيقه مبنى جميل، يعني كل الناس الفتره اللي فاتت يعني دي بتوجه بقى نداء مش لمجلس اداره اتحاد الكوره، للعميد ساره تسويله، ما اعتقد ان يعني بعد المبنى ده يعني مش ناقص غير الهيكله اللي الناس بقى لها فتره بتتكلم عنها من ايام الحقيقه كابتن سمير زاهر، لازم يبقى قصه مختلفه. كابتن جمال مساء الخير يا فندم. كنت بسأل حضرتك على موضوع الجهاز الفني لمنتخب مصر، كان حضرتك ليك تصريحات النهارده يعني في المواقع ان الموضوع سابق لاوانه، ولكن هل حضرتك بتفضله اجنبي ولا مصري؟ والله انا اقول لحضرتك حاجه، يعني يمكن الخبرات الموجوده كلها اتكلمت في اتجاه واحد، لكن احنا قلنا ان احنا نتكلم دلوقتي في جهاز فني واحنا عندنا مباراه مهمه جدا، يبقى معنى كده احنا بنوقع الجهاز اللي موجود معانا حاليا دلوقتي. اللي احنا بالمناسبه كمان يا كابتن سيف عشان برضه قيل في المواقع ان المدرب الاجنبي كان قال مستر برادلي ان هو ما عندوش مشكله ان هو يمشي ويسيب الجهاز، الكلام ده ما حصلش اساسا وما قالش الكلام ده، لان هو قال انا مستمر مع الجهاز وزي ما انا خسرت شوط ليا شوط ثاني اني اخده يعني يلعب المباراه. لكن ما اتكلمناش في موضوع الشرط الجزائي ومش الشرط الجزائي، احنا لما اتكلمنا على الشرط الجزائي قلنا ان هو في العقد بتاعه في شرط جزائي، لكن هو لا ابدا ان هو قال ان انا استقيل النهارده
عشان برضو الناس اتكلمت وقال لك ان هو كان ممكن الراجل يمشي لكن مجلس الاداره يتمسك بيه. احنا تمسكنا بالاستقرار، تمسكنا بالوضع الموجود عندنا دلوقتي ان هو مدير فني بدار المباراه الاولى لابد ان هو يدير المباراه الثانيه. مفيش اي مدير فني هيخش على المباراه دي دلوقتي هيقدر يقول لك انا هخش المباراه ادخل المباراه دي وضامن لك ان انا هحقق نتيجه قد ايه. هل انا هفوز؟ هل هفوز 1-0؟ هفوز 2-0؟ 5-0؟ لا، الكلام ده كله مش هتلاقي اي مدير فني يقول لك بدايه، لكن هيقول لك ان انا هشتغل معاك بس المباراه اللي جايه دي مش مسؤوليتي. فطبعا احنا في عندنا مدير فني وموجود عندنا وإدارة دارة المباراة الأولى، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقهم في المباراة الثانية. نتمنى إن احنا بس نستقر دلوقتي وبلاش ترشيحات الأسماء كلها، لأن الأسماء كلها ناس محترمين كلهم ومدربين كبيرة جدا. لو احنا سئلنا على أي مدرب ومدير فني مصري النهارده قلنا عليه ده عايزينه وطلعت غلطة من جمال أو من أي عضو مجلس إدارة، قال لا احنا نختار فلان او فلان، يبقى احنا بنفضل حد على حد. طبعا احنا دلوقتي في فتره استقرار، عندنا ان شاء الله باذن الله هنقعد مع بعض كمجلس اداره ان شاء الله ونختار الاصلح اللي هيدير الكره المصريه كمدير فني في الفتره اللي جايه. كلام محترم يا فندم. احتمال جدا ان الراجل يعني ربنا يكرمه طبعا ويحقق معجزه، ولو انها صعبه جدا 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 ممكن يحقق المعجزه، هيجبر الشعب المصري مش الجهاز مش مجلس اداره الاتحاد على البقاء، لان هو عقده قاعد لغايه 31/7 2014. ربنا يوفقهم يا رب كلهم ان شاء الله. جمال بيه، يعني في برضو النهارده المواقع كاتبه ان نادي الزمالك بيلجا لاتحاد الكره او الاستاذ ممدوح عباس لشكوى الاتحاد الدولي، وكان من قبل كده برضو حصل موقف ايام العمري فاروق وزير الرياضه الاسبق مع النادي الاهلي كان باع برضو شكوى للاتحاد الدولي. هل في كده ولا دي اشاعات برضو؟ اقول لحضرتك حاجه بامانه، طبعا انا قبل ما هقول اي حاجه ان احنا ساعات نتكلم نقول الاتحاد الدولي ملوش دعوه بينا، وساعات نرجع تاني نقول الاتحاد الدولي ده ليه دعوه بينا. هل هو اللي مالوط بيه ولا مش مالوط بيه؟ يعني ساعات بنفهم كلام يطلعوا لك ناس على الفضائيات يقول لك الاتحاد الدولي ده مش معترف بيه، واحنا سياسات بناخدها داخليه في مصر واحنا نعمل ونعمل ونعمل. في قضيه الحل قيل الكلام ده كتير جدا. احنا دلوقتي عايزين اللي فعلا تقدم الاستاذ ممدوح عباس النهارده بشكوى بيقول ان هو يعني ظلم وهو عايز يرفع المذكره دي للاتحاد الدولي. احنا بدورنا المفروض ان احنا بنرفع الشكوى بتاعه الاتحاد الدولي الكابتن ممدوح عباس والاستاذ ممدوح عباس للاتحاد الدولي، بس برضه في الاخر الاتحاد الدولي بيرجع لنا احنا تاني ويقول لنا ايه اللي حصل بالظبط في الموضوع. لان لابد ان احنا نكون عندنا برضو الرد بالنسبه للاتحاد الكوره، ايه هو الرد في اللي حصل في الموضوع. لازم وزاره الرياضه هي اللي ترد بقى. ما احنا بنرد، ما هو وزاره الرياضه مش بترد مباشره برضو للاتحاد الدولي. بترد الاتحاد المصري والاتحاد المصري يرد الاتحاد الدولي. ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله تكون يعني كلها ازمات وتتحل. بنتمنى لحضرتك التوفيق وبنتمنى لمجلس حضرتك التوفيق، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون افضل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ جمال علام رئيس اتحاد كره القدم المصري. جانا تاني لنفس الملف، كان خطوه برضو اخذها النادي الاهلي وكان بعت للاتحاد المصري وارسل طلب برضو بسبب التدخل الحكومي ايام العمري فاروق وزير الرياضه الاسبق للاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي رجع للاتحاد المصري. يعني اعتقد الملف ده في النهايه برضو هتبقى حق اصيل او اللوائح حق اصيل، لان انا كنت الحقيقه قعدت فيها مع العمري يعني وزير الرياضه الاسبق فتره وكنت فهمت القصه وفهمت الموضوع. ولكن انا يعني برضو دايما لما بتكلم في الجزئيه دي انا مش ضد ان اي حد يعني ياخد حقه او يسعى او يشتكي، بس انا الموقف الحقيقه صعب. يعني نادي الزمالك عدى بازمات الفتره اللي فاتت كتيره، عدى بمشاكل كتير، خلاص ابتدى النادي النهارده جاله مجلس ممكن الناس متوافقه عليه هيقدر يحل كذا ملف، خلاص يعني شايف الدنيا ممكن تمشي هاديه، ممكن استاذ ممدوح يتعقل الموضوع بشكل غير كده. يعني مفيش شك ان حضرتك بتحب نادي الزمالك، ولكن الفتره اللي فاتت كانت ازمات، يعني غصب عن اي حد ازمات، حصل حوادث داخل النادي. خلاص انا الفتره دي ما كنتش موفق، يعني انا عايزين نختار كلام سهل، يجي اللي بعدي ويسوق وانا ابقى في ظهره وتمشي الدنيا. هتخانق كل ده على ايه؟ على مثلا شهر شهرين 3 شهور هقعدهم، 4 شهور هقعدهم، هيفرقوا ايه؟
هتعمل ايه؟ يعني انا شايف الموضوع مش حقي ان انا هقعد مثلا سنتين او هقعد العمر كله او ليا انتخابات خالص. انا بتخانق علشان هدير منظومه شهر شهرين ثلاثه وهي ابتدت دلوقتي وانا عندي احتقان، يعني دايما دلوقتي هو في احتقان ما بين عثمان ده عباس والجمهور. خلاص اللي موجود دلوقتي يحاول يهدي الدنيا ويحاول يمشي. انا لو شخصيا مكان عثمان ده عباس في التوقيت ده همشي بهدوء ومش هعمل تحدي مع الجمهور. ما بقولش ده صح او ده غلط، بس بقول ان انا احط مصلحه المؤسسه او النادي والبلد فوق جميع المصالح. تمشي الدنيا تمشي ونقعد نتفاهم، حتى لو انا معترض على شيء او انا عندي مظلمه في شيء معين هتمشي القصه. ولكن بشوف كل الرياضه راحه الجهه الاداريه، كل الرياضه راحه المحكمه، كل الرياضه احكام، اتحاد الكوره هنا والزمالك هنا والاهلي هيطعن وده هيروح. مش معقوله. انت في الاول وفي الاخر داخل تخدم انت منظومه انت بتحبها، لازم في النهايه انا اقعد مع نفسي، انا اقعد مع نفسي كده قدام المرايه اقول انا داخل هل ده لمصلحه نادي الزمالك؟ هل اللي بيحصل انا عشان ارفع قضيه ارجع بيه هل ده لمصلحه نادي الزمالك؟ هل ده لمصلحه مصر؟ هل لو اشتكيت الاتحاد الدولي واشتكيت الامم المتحده واشتكيت كل الكلام ده هل ده لمصلحه؟ هل ده مصلحه؟ ممكن ادور على حقي انا النهارده في اتحاد الكوره عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره، ممكن اجي في وقت من الاوقات اقف كده قدام نفسي يطلع قرار بالحل، اروح اشتكي للاتحاد الدولي، كلام محترم جدا حقي، اقعد مع نفسي كده اشوف انا مصلحه المؤسسه دي ان انا ابقى موجود، مصلحه مصر ان انا اشتكي، احط المصلحتين واشوف الصالح العام اعمله بغض النظر انا هروح وهرجع، المهم مصلحه المؤسسه اللي انا فيها، مصلحه البلد اللي انا بنتمي لها. يعني هو ده يعني بنحاول يعني نشرح للناس. عناية حاضر يا ياسر. الموافقات الامنيه تؤجل ملعب النهائي الافريقي. زي ما قلت لكم امبارح كان في 48 ساعه الاتحاد الافريقي مدي مهله للنادي الاهلي علشان يختار ملعبه، واضح ان الامن لسه ما ردش. النادي الاهلي كده بمنتهى الصراحه طمعان في الدفاع الجوي، يعني عشمان في القوات المسلحه، واحنا بقى كمان عشمانين فيهم لان ده نهائي افريقي خالص، لازم يكون ان شاء الله باذن الله في استاد في العاصمه ولازم يكون بجمهور، لازم يعني ان شاء الله باذن الله مضطرين. واكيد البلد بقى مش هتسيب الاهلي يلعب في اي حته تانية اكيد. يعني مكافاه خاصه لتحفيز لاعبي الاهلي، كابتن حسن حمدي رئيس لجنه الكره ورئيس مجلس اداره نادي الاهلي رصد اللجنه مكافاه خاصه للاعبين بخلاف ما تنص عليه اللائحه في حاله تحقيق الفوز على اورلاندو في المباراه المقبله. بيعجبني النادي الاهلي في كده، يعني ممكن الناس تطلع باخبار ان هو زياده مكافآت رغم ان اللعيبه اصلا ليها فلوس، مش مشكله دي، بس هو الخبر ده هو اللي بيسيطر. النادي الاهلي سيستم الحقيقه برضو، يعني يحسب لهم في عز الازمات اللي بيعدوا فيها السيطره على الموقف والهدوء، عشان كده بنتمنى لكل الانديه السيطره. على فكره اول جمعه ما بشوف صورته من اللعيبه المحترمه، يعني كل لعيبه الحقيقه محترمين بس راجل ملتزم ومحترم، يعني بشوف الفتره دي الناس قرصه شويه. وائل جمعه اصل الماتش اصل الحكايه، تاريخ وائل جمعه كله تحطه في ماتش، يعني ما يعني وائل جمعه لعيب كبير الحقيقه ولعيب كبير جوه الملعب وبره الملعب، اخلاق عاليه. يعني 22 لاعب في رحلة الأهلي لجنوب أفريقيا، استقر محمد يوسف المدير الفني على اصطحاب 22 لاعبا للسفر إلى جنوب أفريقيا، شريف إكرامي وأبو السعود وعبد المنعم وأحمد فتحي ونجيب وجمعة ومعوض سعد الدين سمير وقناوي وشريف عبد الفضيل مانجا وشهاب وأحمد ورامي ربيعة وحسام عاشور تريزيجيه وليد سليمان عبد الله السعيد تريكا عبد الظاهر سيد حمدي ومتعب دومينيك. يعني ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. اعتقد ان عماد متعب فيه اخبار ان هو كابتن محمد يوسف هيبتدي يدخله، اعتقد لقاءات صعبه ان هو يدي عماد متعب فيها لان هو بقى له فتره بره، بس ولكن اكيد المدير الفني بيبقى ليه رؤيه حسب اللقاء وحسب المباراه. واضح ان شهاب الدين احمد برضو الكيمياء بتاعته ابتدت تمشي مع كابتن محمد يوسف، مين عارف ممكن ان شاء الله باذن الله يرجعه. والداخليه بتجهز الاهلي لاورلاندو، الداخليه النادي الاهلي حاول يعمل وديات ولكن خلاص الاحد المقبل امام فريق الداخليه ان شاء الله باذن الله هو موعد اللقاء الودي للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي عمل اتصالات بعده انديه ولكن كانت ظروف الانديه ما كانتش نافعه، لان عارفين النادي الاهلي مسافر ان شاء الله باذن الله يوم 28 متجه الى جنوب افريقيا استعداد للقاء الذهاب في النهائي الافريقي مع اورلاندو الجنوب افريقي يوم 2 ان شاء الله باذن الله من الشهر المقبل. فحص طبي جديد لاكرامي غدا، تخلف الشيف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي عن مران فريقه صباح اليوم بسبب الالام التي لحقت به في عضله السمانه بجانب اصابته بكدمه في الركبه من مباراه المنتخب الاخيره امام غانا، وخاض
بها مباراة فريقه أمام القطن الكاميروني في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، ويجري اللاعب فحص طبي غدا تمهيد الوقوف على حالته من قبل إيهاب علي طبيب الفريق. شريف إكرامي حواليه لغط كتير جدا الفترة اللي فاتت، أحاديث كتير وكلام كتير، ولكن في النهاية أنا على المستوى الشخصي يعني اتكلمت مع دكتور طارق سليمان وقعدنا اتكلمنا في القصة دي. هو الراجل يعني ليه وجهات نظر، ان هو يعني تقرير شريف اكرامي ان هو عنده اصابه يتحمل ما يتحملش، ناس تطلع تقول لك لا كان المفروض يدوس يتحمل. اعتقد ده موضوع في النهايه يرجع له هو، لو حاسس نادي رافع على رجله هيقف على رجله، هو حاسس ان هو مش قادر خلاص، مش نقعد يعني نتوقع السوء للناس ونتوقع ان هو لا كان ممكن وما كانش ممكن. خلاص هو الراجل شاف ان كده وطلع، وهو يعني لعب كتير للنادي الاهلي ولعب كتير لمنتخب مصر، وبنتمنى ان شاء الله باذن الله شريف جون كبير وازمه وتعدي، وبنتمنى ان شاء الله ان هو يعود لمستواه. الاهلي يرسل قائمه مونديال الانديه، ارسل النادي الاهلي قائمته المبدئيه لمونديال الانديه التي سيقام في المغرب من 11 ل 22 من الشهر نفسه بمشاركه 6 انديه ابطال القارات بجانب الرجاء المغربي. واوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكره بنادي الاهلي ان النادي سوف يرسل قائمه مبدئيه مكونه من 65 فرد و 35 لاعب و 30 اداري، وبعد كده يبتدوا يخفضوها ل 45 فرد حسب تعليمات اللجنه المنظمه التي طلبت من الاهلي وكذلك اورلاندو باتريس قائمه مبدئيه قبل انطلاق مباراه النهائي. نسيب النادي الاهلي ونروح لاخبار نادي الزمالك. عباس يطعن على قرار حل مجلس اداره الزمالك. الاستاذ ممدوح عباس بيطعن رسميا في القضاء الإداري على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين مجلس برئاسة الدكتور كمال درويش. يعني زي ما قلت لكم حق لكل واحد، ولكن نادي الزمالك يعني محتاج أنه هو يعدي باستقرار، ومحتاج أن الظروف تبقى مختلفة. برضو أخبار بسمعها كده من الكواليس، يعني تحية برضو للأستاذ ممدوح عباس، يعني قالوا ان هو في رحلة الجونة الأخرانية هو الراجل برضو يعني ساهم فيها او في رحلات معينة. انا مش عايز الحقيقة اقول معلومة انا مش متأكد منها، ولكن انا ضد تماما 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 اللجوء للمحكمة في التوقيت ده، ضد تماما الاعتراض في التوقيت ده. يعني شايف ان خلاص بقى نسيب الناس تشتغل، ممكن يكون الناس دي مثلا ليها رؤيه، ممكن تكون تقدر تهدي ملفات الوايت نايتس، ترجع الجمهور مع اللاعبين، ممكن الملفات اللي لم يوفق فيها المجلس اللي كان موجود يوفق فيها المجلس الحالي، ندي فرصه للناس. وبدل ما نشوف الصوره دي، يعني بدل ما نشوف كابتن هاني زاده قاعد، مصطفى عبد الخالق، كل الناس، طارق جبريل، هاني بيه شكري، كل الناس يعني، كابتن ايمن يونس، لا احمد مرتضى منصور، نشوف بقى معاهم المجلس القديم في الصوره دي. يبقى المجلس ده جنب المجلس ده. عايز اقول لكم عجبني قوي الحقيقه كابتن ايمن يونس، عجبني قوي تصريحات احمد مرتضى منصور الفتره اللي فاتت، وكلامه على الدكتور كمال درويش، وكلامه على رؤساء نادي الزمالك قبل كده، والشكل اللي هو داخل بيه. يعني الحقيقه واضح الدنيا بتهدى، بس لازم الدنيا تهدى كلها بشكل مختلف. نطلع فاصل نريحكم شويه ونرجع وناخد برضه التليفونات اما نرجع ونسمعكم الناس هتقول ايه، ولكن بعد الفاصل.
كنا دايما بقى لنا فتره كبيره جدا كل اللقطات اللي انتوا بتشوفوها اللي ياسر عاصم بيفرجكوا عليها دي كنا دايما عايشين في الذاكره. دلوقتي دي ماتشات فعلي، يعني وادي دجله النهارده الحقيقه انتصار يعني قوي جدا على امبي، طلاع الجيش على الالومنيوم، لقاءات كلها بضربات الترجيح، اللقاءات كلها خلصانه 2-2. نروح برضو للكابتن هاني رمزي المدير الفني لوادي دجله ونبارك له. كابتن هاني مساء الخير. كابتن هاني قطع؟ طيب نحاول نجيب كابتن هاني رمز تاني. زي ما بقول لكم يعني كنا دايما نشوف اللقاءات دي كنا دايما نشوفها كده في الذكريات. ده لقاء قدامنا هو وادي دجله وامبي، جوان حلو. انا عندي بس تعقيب في ضربات الجزاء على الظاهر في منهم جون الشبكه كانت مخرومه اهو. ده الكوره اعتقد دخلت ولسه. طيب دي ضربات الجزاء على فكره، يعني اهو اهي دي شبكه مقطوعه وطلعت. مش اعتراضا والله على ملعب الجونه، كتر الف خير الناس كل مره بنقول في البرنامج، كتر الف خير الناس حاج احمد الصحيفي واستاذ سميح ساويرس كل الناس. يعني ده الماتش، ده الملعب اللي شايل مصر، يعني ده الملعب اللي شايل كل اللقاءات. احنا ما الا بس يعني تعقيب كده الناس يعني تخلي بالهم عليه، لان برضه دي ماتشات مهمه والماتشات دي بتتذاع وفي بلاد عربيه بتشوفها. فيعني نتمنى ان احنا على قد ما نقدر يبقى شكلنا ان شاء الله باذن الله يعني كويس. ده الراجل دخل شات الكوره، ده ايه ده؟ مدافع دخل حط كوره في نص الملعب، مهاجم انا اسف. ماشي يا محي، ودي الضربة التانية برضو ظهر ان هم مركزين على فتحة الشبكة. زي ما بقول لكم والله شيء يعني اما بشوف اللقاءات دي الحقيقة شيء بيسعدني، اللقاءات دي بتعدي وبتعدي وتعدي بسلام. طبعا زي ما بنشكر يعني ملاعب الجونة او مسؤولي ملاعب الجونة، يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون على كذا ملعب بقى. نتمنى ان مديرين الامن يتعاطفوا، يعني اللي هو حمدي الجزار في البحر الاحمر الحقيقة الراجل عامل شغل كبير، ما بيروحلوش ماتش وبيرفضوا برضه الناس. لازم مديرين الامن مشكورين، احنا عارفين المسؤوليات اللي عليهم، بس لازم برضه يبقى فيه يعني الفترة الجاية معلش يعني تعالوا على نمسكوا شوية كده عشان الناس لازم تلعب، عشان كل زي ما بقول لكم كل واحد يتحط قدام مسؤوليات وده موضوع مهم جدا. هننزل اهو، نزلنا بالرقم دلوقتي يعني ارقام التليفونات. السؤال بتاعنا اهو يعني هل انت كمشجع على استعداد لتشجيع منتخب مصر في مباراة غانا من الاستاد؟ الناس عايزة تروح الاستاد، عايزة تشجع المنتخب ولا لا؟ هنسمع يعني نحط النمر والناس يعني هنستنى بقى الناس تطلبنا تقول رأيها، لأن هيبقى مهم جدا نعرف رأي الناس ايه. مين؟ طيب معانا أول تليفون اهو، بولس معانا. مساء الخير يا بولس. مساء الفل يا كابتن، وحشني كتير. أخبارك ايه؟ وحشني بقالك فترة ما بتتصلش. والله كابتن الظروف بقى وما فيش اتصالات وبتاع وكلام من ده. رأيك ايه في المحنة دي؟ أولا قبل أي حاجة كل سنة طبيعي. وحضرتك طيب ربنا يخليك. متأخرة شوية الله يخليك. رأيك ايه، هتروح الاستاد ولا مش هتروح ولا ايه؟ بص بدمنا لازم نتجمع مع المنتخب بدمنا، مش بقلبنا وعقلنا بس، بدمنا. راجل محترم والله. ليه؟ لأن طبعا ده المنتخب الوطني بتاع الوطن. طب وانت معايا كده تقول ايه بقى لأبو تريكة وائل جمعة ويعني نفسياتهم، تقول لهم ايه؟ والله بص انا بشكرهم على الفترات اللي عدت دي كلها، من يعني يشكروا على البطولات اللي جابوها، لان احنا لو ما بنعالج بقى الامر المهم يا كابتن، مش بنعالج من يعني صرف التعبير، مش بنعالج الجرح من فوق، بنعالج الجرح من تحت. ازاي بقى؟ ما فيش اصلا في اي بطولات شغاله، ان كان الاهلي ماشي والحمد لله ربنا موفقه، فده من عند ربنا. احنا ناخد بالنا ان هنا مفيش بطولات يا جماعه، مفيش بطولات، ولازم الناس دي تعبت معانا، الناس دي تعبت، ما بنقولش لا، هي لازمه تقيله وقويه ويعني لكل يعني جواد كبوه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انت لو خدت بال سيادتك المجموعه بتاعتنا كانت ضعيفه، وماتشاتنا كنا بنجيب واحد اثنين ثلاثه اربعه حتى، ما كناش بنأدي وما كناش بنعمل. انا عايز اقول لك انا بس عشان احنا وقتنا ضيق، بس انا سعيد جدا بوجهه نظرك، لان انت حقيقي دايما وجهه نظرك محترفه، واول ما افتح التليفون دايما بلاقيك. بشكرك شكرا جزيلا يا بولس. معانا احمد من اسكندريه. استاذ احمد مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير يا استاذ احمد، اتفضل. ازيك يا كابتن سيف؟ الله يخليك. ربنا يخليك. حضرتك هتشجع هتروح ولا حضرتك مش هتروح؟ انا بروح وبقلب. يا فندم بقول لك عايزين نشجع المنتخب بروح وبقلب. كلام محترم. يعني هتروح الاستاد؟
ان شاء الله ان شاء الله. طب تقول ايه للعيبه؟ هي سعادتك جامده بس يعني الحمد لله ان شاء الله المنتخب يعوض ان شاء الله. تقول ايه للعيبه؟ اللعيبه هيبقى في حماس وفي جديه وراء للمنتخب ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمك ان شاء الله ويكرم الناس كلها. شكرا جزيلا استاذ احمد. معانا الدكتور عز بالجيزه. مساء الخير دكتور عز. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. راي حضرتك؟ اولا انا بهنيك على ان انت كنت رئيس البعثة، لان انا بحب دايما الشباب هم اللي ياخدوا قيادات وكده. ف ربنا يخليك يا فندم. جدا ربنا يخليك. دي اول حاجه. تاني حاجه، احنا لازم كلنا نقف قدام منتخب مصر ونشجع بقلبنا مهما حصل. لكن انا ليا اعتاب على اثنين لعيبه، كابتن احمد حسن وكابتن عصام الحضري، من قبل حتى الماتش الاولاني، ان هم كانوا يعني انا اسف الكلمه بيحطوا السم في العسل عشان ما تاخدوش. ان هو عصام الحضري يقف من الموقف دوت قبل الموقف قبل المباراه الاولانيه بيعمل توتر، يطلع الكابتن احمد حسن قبل المباراه يقول اصل انا شايف ان الطريقه اللي بيلعبوا بيها مش عارف ايه يعني كان في بس يعني خوف وسط اللعيبه وزعزعه من الجهاز. معلش يا دكتور، احنا عايزين نفتح صفحه جديده. اتفضل. احنا عايزين نفتح صفحه جديده بس يعني. ما هو الصفحه جديده ان شاء الله. تاني حاجه، انا ما اقصدش حاجه وحشه، لكن انا اقصد ان انا برجو من اتحاد الكوره اذا فشل فعلا ان هو يوصل لكاس العالم مطلوب منه ان هو يقدم استقالته بشياكه. تمام. دي نقطة مهمة جدا وعادي بتحصل في كل اتحادات الدنيا بالشياكة وبهدوء كده. تمام. ونشوف ناس تانية. مش مقصود برضه حاجة وحشة، مش مقصود ان انتوا وحشين، لا طبعا طبعا طبعا. نشوف فكر تاني طبعا. انا مع حضرتك والله تماما. اي واحد ما يقدم استقالته مش معنى كده ان هو وحش. طبعا كلام الحقيقة محترم وبحترم كلام حضرتك جدا وبشكرك عشان وقتنا. شكرا دكتور عز. مين؟ ام جهاد من اسكندرية. مساء الخير يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله يخليك. ازيك يا استاذ سيف؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد والشكر لله. ربنا يكرمك. بقول لحضرتك ايه يا ابني؟ اتفضلي. انا من اسكندريه. تمام يا فندم، منورانا. وبشجع الفريق من كل قلبي. ربنا يخليكي. فانا عايزه اخلي كل واحد مصري يدخل الماتش ده ويشجع، ونخلي امانة في ربنا. سلام، كلام والله، كلام جميل ان شاء الله يا ابني، يعني ان بعد العسر يسر. كلام محترم الحقيقه، كلام محترم. ممكن حضرتك تقولي بقى رساله لكل اللعيبه اللي حضرتك بتشجعيهم؟ نعم. ممكن حضرتك تقولي رساله بقى لكل اللعيبه اللي متضايقه اللي انت بتشجعيهم، تقول لهم انا إيه؟ بقول لهم خلوا اتكلكم على ربنا وان شاء الله ان بعد العسر يسر يا اولادي كلكم. كلام الحقيقه، كلام محترم. هو ده كلام الشعب المصري الطيب. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. ام جهاد من اسكندريه. مين تاني؟ يوسف من القاهره. يا يوسف. الو. وطي التلفزيون شويه عشان تسمعني من التليفون. ماشي. عندك كام سنه الاول؟ عندك كام سنه؟ عندي 13. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. تمام. هتعمل ايه بقى في الماتش بتاع المنتخب؟ هتروح وتشجع ولا هتعمل ايه؟ احنا لازم كلنا نروح الاستاد عشان نرد اعتبار لمنتخبنا قدام غانا. طب ونفسك نعمل ايه في الماتش ده؟ نفسك نكسب ولا نعمل ايه؟ نفسي نكسب طبعا عشان نرد اعتبارنا قدام الناس كلها. ان شاء الله باذن الله هنكسب، وان شاء الله باذن الله بدعوات الناس كلها اللعيبه ترجع لمستواها. بشكرك يا يوسف وبتمنى لك ان شاء الله التوفيق وتفضل دايما مبسوط. مين تاني؟ مين؟ استاذ نور من الجيزه. مساء الخير. استاذ نور، ممكن بس حضرتك توطي التلفزيون عشان تسمعني من التليفون. أنا سامع السر. اتفضل يا فندم. بص حضرتك، يعني أنا كان ليا تعليق بسيط جدا. اتفضل يا فندم. مصطفى هنا لعب بالمنتخب الأولمبي تقريبا مع أحسن ثلاث لعيبة محترفين عنده. تمام. تقريبا المنتخب الأولمبي اللي كسب كأس العالم. اللعيبة بتاعتنا بتاعت المنتخب الأولمبي ممتازة جدا. يعني على الأقل كنت ممكن أنقي خط الدفاع من المنتخب الأولمبي اللي كان بارع جدا مع الكابتن تقريبا كان كابتن مين مش عارف رمي. هاني رمزي تقريبا. كابتن هاني رمزي. في لعيبه جامده جدا. سعد صلاح سليمان. دول يقدروا يشيلوا فعلا دفاع مصر في الفتره اللي جايه. ابو تريكه لا غبار عليه، لازم يكون بقى موجود.
ومع مهاجم جامد جدا زي عمرو زكي واثنين هاف ديفندر جامدين جدا وموجودين منهم احمد حسن بتاع المنتخب الاولمبي ومنهم ابراهيم صلاح انا مش عارف هم فين تمام وفي لعيبه مهارات عاليه جدا زي حازم امام يقدر يوصل اللعيبه لخط المرمى في كل خمس ثواني كلام الحقيقه برضو وجهه نظر حضرتك وجهه نظر محترمه انا اسف عشان وقتنا وبشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ نور معانا حمودي من اسكندريه استاذ حمودي مساء الخير ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف ازيك معاك الدكتور حموده من اسكندريه دكتور حموده اخبارك ايه ان شاء الله الحمد لله كويس بان كل عام وانتم بخير وعايز اقول لحضرتك معلش يعني الحلم بتاع مصر الظروف السياسيه اثرت عليه بس انا بقول ان احنا اللعيبه دي ادتنا كتير جدا يعني رساله لابو تريكا وائل جمعه احنا نسينا بطولات افريقيا ده ان شاء الله يعني باذن الله اورلاندو يعني باذن الله لا هيخلص عليه باذن الله ونروح المغرب يعني اللعيبه دي ادت كتير فالحفلتهم ولا لا جايز تحصل المعجزه يوم 19/11 ان شاء الله بس انا شايف صوتك انا صوتك عندك تفاؤل كبير قوي احنا ممكن نكسب 5 ما شاء الله يعني انا يعني اللعيبه دي ادتنا كتير يا كابتن بجد بامانه يعني اللعيبه دي فعلا تستاهل احنا نروح بس ان احنا نقول احنا معاكم يا رب ربنا يكرمك ان شاء الله ويخلي كل الناس عندها تفاؤل زي كده بشكرك شكرا جزيلا دكتور حموده من اسكندريه يعني زي ما قلت لكم الحقيقه انا ما كلمتش الناس فتحنا التليفونات كنت بقول قبل الحلقه ان هي دي ده الشعب المصري وده طيبه الشعب المصري الحمد لله بفضل الله حطينا النمر في مفيش في 5 دقايق من مصر من اسكندريه من اسوان من هنا كلها ناس محترمه مفيش واحد قال لي ان انا مش رايح المنتخب مش رايح الاستاد اشجع المنتخب مفيش واحد قال لي وجهه نظر غير كده ستات كبيره اولاد صغيرين رجاله كبار ناس الحقيقه يعني هو ده الشعب المصري زي ما توقعناه زي ما لقيناه الحمد لله بفضل ربنا ويا رب دايما يفضل كده كده خلصنا اخبارنا نطلع فاصل ونستقبل ضيفنا الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري في حديث عن الدوري المصري ونادي الاتحاد بالاخص وعن منتخب مصر وكيفية التعامل مع مباراة غانا ولكن بعد الفاصل المدربين الرحالة الذين يهوون اكتشاف المواهب والتنقل بين تجارب معظمها ناجحة فالمدرب الهادئ صاحب الملامح الواثقة يعد خليفة كريستوفر كولومبوس في الدوري المصري إنه طلعت يوسف المدير الفني الحالي لفريق الاتحاد السكندري أحد أبرز المدربين المصريين في السنوات العشر الأخيرة بدأ مشواره مع الاتحاد السكندري وقدم مجموعة من أبرز لاعبي الفريق وعلى رأسهم محمد ناجي جدو والذي صار مهاجم مصر الأول واحترف بعدها في الدوري الإنجليزي هو ذاته الذي قاد فريق طلائع الجيش لموسمين متتاليين حقق خلالهما العديد من النتائج الرائعة ووصل للمربع الذهبي وعاش معه الفريق العسكري أفضل مواسمه ووصل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال العرب قبل أن ينتقل لتدريب اتحاد الشرطة ويواصل هوايته في تكوين الفرق القوية وإثراء الدوري المصري باللاعبين المتميزين فهو الذي اكتشف محمد نجيب مدافع الأهلي وزميله أحمد دويدار ووضع ثقته في بوبا منسا المهاجم النيجيري القادم من بترول أسيوط ورضا العزب ومجموعة من أبرز اللاعبين الذين أصبحوا محط أنظار القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك ولم يكتب النجاح لرحلة يوسف مع المصري البورسعيدي عندما تولى تدريبه في نهاية عام 2011 ولكنه استقال سريعا ليتولى مهمة فريق تليفونات بني سويف إلا أنه ترك تدريب الفريق الصعيدي بسبب المعوقات التي تواجه الفريق في ظل حالة التجمد التي تعيشها الكرة المصرية في الوقت الحالي ليعود يوسف مجددا لقيادة فريقه الأول وبيته الاتحاد السكندري على الرغم من الضائقة التي يمر بها زعيم الثغر ولكنه أبى ألا يلبي نداء الأحباب وبات من الطبيعي أن يكون اسم يوسف ضمن المرشحين لقيادة المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة فالمدرب الذي وصفه تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمورينيو المصري في عام 2010 بات اسما دائما في لائحة المرشحين لتدريب الفراعنة
فكان أحد المنافسين لتدريب المنتخب عقب رحيل حسن شحاتة، إلا أن تولي برادلي المسؤولية أبعده عن الجلوس على أكبر مقعد فني في مصر، لكنه عاد مجددا لينضم لقائمة المرشحين لتولي المسؤولية خلفا للمدرب الأمريكي خلال الفترة المقبلة، ليظل طلعت يوسف أحد أبرز المدربين في الكرة المصرية. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين داخل الملاعب اليوم مع الجزء الثاني من حلقتنا ونجمنا النهاردة كابتن طلعت يوسف المدير الفني نادي الاتحاد السكندري وأبرز المديرين الفنيين داخل مصر. مشرفنا فن النهاردة. أهلا بيك سيد، أنا بشرف وجودي معكم يعني. الحمد لله. وجود حضرتك مش حاضر طبعا اتكلم في حاجه او ملف قبل ما اخش في ملف الاتحاد السكندري، هو الملف يعني المقرب لقلب حضرتك. ازمات بيعدي بيها دائما الاتحاد بقاله فتره، ثم حاله استقرار بالمجلس، ثم جينا سمعنا ان في صفقات، ثم برضو مؤخرا استقاله مجلس الاداره او استقاله رئيس مجلس الاداره. هل ده ليه تاثر يعني مباشر على فريق الاتحاد؟ يعني خليني أبدأ من البداية، بس هو يعني رجوعي النادي الاتحاد أنا شايف من فترة طويلة جدا. يعني أنا قضيت 9 سنين برا اسكندرية في أكتر من نادي، يعني سواء كان داخل مصر أو خارج مصر، منهم موسم كان في سوريا. رجوعي النادي الاتحاد ما في شك إن أنا جوايا من أول سنة أنا طلعت فيها من اسكندرية، يعني عارف عندك قناعة بأن أنت بتخرج من بيتك وأنك شئت أم أبيت النهاردة بكرة هترجع البيت ده تاني، يعني سواء كان بتكليف أو برغبة منك يعني. فأعتقد أنه يعني رجوعي في هذا التوقيت أنا شايف أنه يعني مناسب إلى حد كبير، مناسب لي أنا على المستوى الشخصي، وأتمنى أن يكون مناسب لنادي الاتحاد بالجهد اللي ممكن أنا أديه في الفترة الجاية. لكن ما في شك انه يعني نادي الاتحاد بقاله سنين طويله بيعاني يعني، ودايما بيفضل بقرار سيادي او قرار سياسي. السنه اللي فاتت الموسم انتهى وهو في المركز الاخير في ترتيب المجموعه بتاعته، وكان الاقرب للهبوط تقريبا يعني ما في شك ان ده شيء محزن جدا. النادي الاتحاد بيعاني من ازمات ماليه متكرره ودائمه تقريبا يعني. من أهم الحاجات اللي أنا طلبتها قبل ما أعود وقبل ما أتكلم فيما يخصني أو الجهاز أو اللعيبة اللي هتيجي مين، إننا نقدر نوفر حجم من الاستقرار المادي يسمح لنا بإننا نشتغل مع الولاد بدون معوقات وبدون مشاكل، والمجلس وعد بده وإداني الحيثيات اللي ممكن من خلالها يوفر الطلبات دي. وكان في ميزانية متقدمة، أنا مقدم ميزانية كاملة عن متطلبات المرحلة الجاية في حدود إمكانيات النادي بلا مبالغة، وأقرت من المجلس. يعني للأسف الكلام يعني تفعيل هذا الكلام على مدى قصير وعلى مدى طويل بقى محل شك شوي، وبالتالي ابتدينا ندخل في دائرة المعاناة مرة أخرى. حتى هذه اللحظة الأمور يعني ملمومة ومستقرة، لكن أنا بتكلم على اللونج ران، على وجود مسابقة في آخر 11 أول 12، وقد تمتد هذه المسابقة 4-5 شهور دخولك في. يعني أتمنى أن يكون الاستقرار المادي هو اللي ممكن يكون مسيطر على سياسة النادي في الفترة الجاية. لو ده حصل فأتصور من خلال يعني رؤيتي المتواضعة وخبرتي أنه نادي الاتحاد هيبقى موجود في مكانة مرضية الموسم الجاي ان شاء الله، لكن ده لو ما حصلش هتبقى في علامه استفهام. هل حضرتك باستقاله المستشار حازم ابو هاشم يعني اكتر مره ثم الرجوع، هل حضرتك شايف ان ده ممكن يبقى فيه حلول؟ هل ده ممكن يزيد الموقف تعقيد او صعوبه؟ بص، المستشار حازم ابو هاشم والدكتور مشالي كريم الابياري والمهندس سالم هشام هم 5 في المجلس، الناس دي مخلصه جدا وبتؤدي بتفاني، وهمها الاول والاخير مصلحه نادي الاتحاد. هو موجود رجع يعني، انا ولما اقدم استقالته انا الحقيقه ما حاولتش ان انا اتصل بيه، يعني بعد ما عرفت ان هو قدم استقالته ما حاولتش اتصل بيه عشان ما امثلش اي نوع من الضغوط على قراره. وحبيت ان هو يبقى اذا كان هيرجع يرجع بقناعته الشخصيه من غير ضغوط من حد، لانه لو انضغط وعدل من قراره
فده معناه ان انت في الفترة الجاية هتتعامل معاه على انه بنوع من التعاطف بعيد عن الواقعية. يعني انا واقعي الى حد كبير في قراراتي وفي عملي وفي تعاملاتي. يعني انا كلمته النهاردة اول مرة اكلمه النهاردة، هو له مكانة خاصة عندي لانه هو رجل محترم، رجل محترم جداً ومخلص جدا جدا للمكان، متفاني الى ابعد الحدود، وبيؤدي ادوار ما يؤديهاش رئيس نادي. يعني انا في كثير من الاحيان اقول له ده مش دورك، يعني بينزل يدخل في تفاصيل التفاصيل جوه النادي، متواجد في النادي بشكل يومي. الكلام ده على حساب شغله وعلى حساب اسرته وعلى حساب بيته، فده يديك احساس بان هو مخلص. لكن في النهايه هو ومجلسه مطالبين بتوفير حد ادنى للاستقرار، يعني انا بتكلم عن الاستقرار المادي. فهو موجود في الوقت الحاضر، رجع انا مشفق على عليه من حجم المسؤوليات اللي ممكن تكون ملقاة على عاتقه، سواء فيما يخص متطلبات فرقة الكورة أو الباسكت أو الطايرة أو باقي الألعاب ومرتبات موظفين. حصل انفراجة شكلية بعد زيارة المحافظ اللي هو طارق المهدي لنادي الاتحاد من حوالي 10 أيام، لأنهم كانوا طالبين أنهم يعملوا محلات على سور النادي، لأن ده هيمثل دخل يخليهم يغطوا حسب كلام المجلس يغطوا احتياجات الفرق. المحافظ وافق بشكل مبدئي، لكن المسألة محتاجة لتفعيل. لو حصل ده اتصور انه هناك الكثير من المشاكل الماديه ممكن تتحل. هو اللي هو طارق المهدي من الشخصيات المحترمه الحقيقه، كان ماسك برضه البحر جداً الاحمر جداً وكان بيستقبل ماتشات هناك، يعني مهتم بالكوره جدا. شايف حضرتك ان ممكن الانديه الجماهيريه بقى لنا فتره لازم اللي يجي يمسك رئيس نادي يكون راجل بمنتهى الصراحه ماليا كويس، معاه فلوس يصرف على النادي؟ هل الانديه دي تقدر تستمر كده؟ هل النهارده ان صاحب المال هو النهارده بقى الاحق من صاحب الفكر؟ نجاح اي منظومه ايا كان مجال عملها، رياضيه، اجتماعيه، اقتصاديه، الاداره، أنا مؤمن بده. ولما أتكلم عن المنظومة اللي أنا أكون مسؤول عنها وهي منظومة فرقة كرة نادي الاتحاد في الوقت الحاضر أو أي فرقة أنا توليت مسؤوليتها، نجاحي مرتبط بكيفية إدارة الأمور داخل الفرقة. إدارة الأمور، إدارتها من الناحية الإدارية بعيدا عن الشق الفني والبدني والتكتيكي. فأنت ممكن تكون رجل مال وعندك إمكانيات مادية كبيرة جدا جدا، لكن ما بتعرفش تدير، ما بتعرفش امتى تاخد القرار وامتى ما تاخدش قرار، امتى في حاجات تفوت وامتى اقف عند بعض الامور، امتى امشي ناس وامتى اجيب ناس. قراراتك تبقى حاسمه لما تاخدها. لو انت ما عندكش هذه الخبره وهذه الموهبه، لانه الاداره في جزء منها موهبه طبعا، يعني موهبه وخبره وعلم. لو عندك الخبرة والعلم وما عندكش الموهبة ممكن ما تنجحش، لأنك هتطبق أمور نظرية. فأنا مش عايز أخرج عن الموضوع، لكن في النهاية أنت مطالب لأنك تدير بشكل كويس في المقام الأول. أديك مثال، الدكتور كمال شلبي الله يرحمه، يعني رجل يعني من الناس العظام اللي جم وتولوا مسؤولية مجلس إدارة نادي الاتحاد، وكانت موارد النادي محدودة جدا، لكن كان بيدير بشكل كويس. احط دي فين واعمل دي امتى واجل دي ازاي واقنع ده بايه فالاداره اساس. اتصور انه الاداره اذا كان عندها فكر كويس ممكن تجيب الفلوس، لكن رجل المال اذا ما كانش عنده فكر مش هيعرف يجيب الفكر طبعا، وبالتالي هيصرف لمرحله ناهيك عن انه دلوقتي ميزانيات الانديه اصبحت يعني شيء ما اعتقدش ان في رجل عنده القدره ان هو يتحمله، حتى لو عنده ما فيش هيحط 25 و30 مليون ليه؟ الا اذا كان هناك يعني هو على سبيل المسكنات بس. انت بتتحط في موقف، فرقه الزمالك رايحه تلعب في الجونه، ما فيش فلوس، فاستاذ ممدوح عباس يقوم حاطط مبلغ، اتفضلوا سافروا احجزوا اوتيل. دي مش سياسه طبعا، انت بتدي حقنه مسكنه، عندك صداع بتاخد، لكن ما عرفتش الصداع ده سببه ايه؟ ما عالجتش الاصل السبب، يعني ما عملش بالفلوس مشروع يوقف النادي على رجله. انت في حاجه الانكم ثابت ودوري، وتبقى عارف السنه الجايه هيدخل لك ايه واللي بعديها هيدخل لك ايه. ما تقدرش تلوم الانديه بشكل كامل على ده، لانه برضو القوانين في مصر
بتحجم مجالس إدارات الأندية بنسبة كبيرة جدا. فأنت في حاجة إلى إعادة يعني تنظيم الأمور بشكل يدي للأندية الحرية في التصرف وفي الحركة. على سبيل المثال أنا ما أقول لك مثلا نادي الاتحاد عايز يعمل محلات على سور النادي، المحلات دي مثلا هتدخل له 10 12 مليون 15 مليون مثلا، مش قادر. الكلام ده من أيام الدكتور كمال شلبي والأستاذ محمد مصلحي والدكتور عفت وجاء مستشار حازم، الرسومات أنا شايفها من 10 سنين مش قادر تعمل الكلام ده. فأنت في حاجة إلى موافقة، المحافظ وافق أخيرا لكن لازم يفعل بقى. أنا بكلم أديك مثال على أنه لما يكون في فكر لأنك تضيف موارد للنادي ثابتة وتبقى ما عندكش القدرة أن أنت تنفذها جوه النادي اللي أنت بتديره. حضرتك توليك مهمة مدير فني لنادي الاتحاد، وحضرتك ابن من أبناء الاسكندرية وجمهور السكندري بيعاني، ما خدش جزء من تفكير حضرتك؟ يعني ما خدش قلق برضو الجمهور السكندري بقاله فترة بيتعشم مع الفريق في التحضير ويجي برضو في الدوري سرع الهبوط، الجمهور بيقوم أزمات كتيرة، يعني توقيت صعب. بص أنا داخل في مرحلة يعني أنا متأكد إن هي حرجة جدا والمسؤولية مش سهلة، لكن أنا بأعول بشكل كبير جدا على تفهم الناس. يعني في مؤتمر صحفي اتعمل في بداية بعد ما جبنا مجموعة اللاعبين، أنا قلت إنكم ما تنتظروا يعني للناس وللإعلام، كان في إعلاميين كتير جدا، ما تنتظروش إن الأمور هتتحول بشكل كلي وجذري، لكن انتظروا نوع من التحسن في الشكل وفي النتائج. أنا ما أقدرش أقول إيه اللي هيحصل في الفترة الجاية، لأنه شكل أداء الفرقة ونتائجها مرتبط بأمور أخرى خاصة بإدارة النادي فيما يخص توفير الاستقرار. إذا ده حصل فأنا أتصور أنه زي ما قلت 80% من الشكل العام هيبقى كويس. الجمهور خلي بالك في الفترة اللي فاتت أنا شايف أنه متعايش بشكل كبير جدا مع ظروف الفرقة وقدرتها وإمكانياتها، ومقدر لحجم المعاناة اللي كانت موجودة في العشر سنين اللي فاتوا ويمكن أكتر، وأنه هذا التحول مش هيجي في يوم وليلة. أنت في حاجة إلى موسم واثنين وثلاثة عشان تبتدي تقف على رجلك بشكل كويس. لو السنة دي إن شاء الله قدرنا نتحط في مكانة في نص الجدول وبأداء مقنع محترم، ده هيبقى في قمة النجاح، قمة النجاح بصرف النظر عن أن أنت جبت بقى 15 16 لاعب. على سبيل المثال في تجربتي الأولى في نادي الشرطة أنا جبت 22 لاعب. خمس أسابيع الأولى من المسابقة صفر نقاط، خمس أسابيع هزيمة، ابتدينا من الأسبوع السادس فوز على الحرس في الحرس 1-0، نهينا الموسم في المركز السابع. مع أن مجموعة اللعيبة دي هي في الموسم الثاني بتحقق مركز رابع بأداء متطور إلى حد كبير، هي في الموسم الثالث بتحقق مركز رابع بفارق 7 نقاط عن الموسم اللي قبله، يعني 7 بفارق بينك وبين المركز الثالث نقطتين كان الزمالك، نفس مجموعة اللعيبة. فده يديك إحساس أو انطباع وقناعة بأنه الشغل له دور، أنه الخامة دي في الموسم ده حققت ده، هي في الموسم اللي بعده حققت ده، في الموسم الثالث حصل تطوير. بنتكلم في أرقام لا تحتمل ولا وبعيد خالص عن الاجتهادات. فده جوه نادي الاتحاد في الوقت الحاضر. احنا في الموسم ده هنعاني من حيث الجهد والتعب والشغل وبعض المشاكل. لو قدرنا نحط نفسنا او نقف على رجلينا في هذا الموسم بشكل الى حد كبير مرضي، الموسم جاي يبقى افضل، الموسم اللي بعده هيبقى افضل. شايف حضرتك ان ممكن ترجع تاني الانديه الشعبيه تقف على رجليها بموارد قليله، ممكن يعيدوا هيكله سقف اللعيبه؟ يعني شفنا برضو اي نادي بيطلع الممتاز بيعمل تعاقدات كبيره جدا ولكن بيتعثر في نص المشوار ان هو يكمل التعاقدات دي، بتعمل هزه في الفريق. فهل الانديه دي ممكن تغير من السياسه وتنزل بسقف الارقام بحيث يقدر يدفع الالتزامات؟ انا اتصور ان سقف الارقام اوريدي نزل في الموسم ده تحديدا طبعا، و معلوماتي انه حصل نوع من الاتفاق
مش الرسمي بين الأندية وبين إدارات الأندية بأن هم يقفوا عند ليميت معين. الأسعار نزلت، ما أعتقدش أن هي هترجع لما كانت عليه في الموسم اللي قبل اللي فات، آخر موسم كروي كان موجود بشكل رسمي. ما أتصورش أن هي هترجع إلى ما كانت عليه أبدا بأي حال من الأحوال، وإن كان هناك بعض المبالغات في أرقام بعض اللاعبين إلا أنهم قلة جدا جدا وفي أندية شعبية. يعني أنا بسمع أن في 8 مليون. في 8 مليون منين؟ شيكابالا في الزمالك منين؟ أوكي يمكن هو يستاهل أكتر، لكن نادي الزمالك مش عارف يروح الجونة. يعني اللي بدأ إيرانه عشان ياخد طيارة ويروح الجونة ويحجز فندق في مشكلة، في عقد لاعب عنده بثمانية مليون، ده يمكن عقود اللعيبة اللي عندي كلها يعني. فالمسألة محتاجة لإعادة نظر. اللاعب من حقه أنه هو يطلب 100 مليون، لكن هل الأندية عندها القدرة أنها تفي بهذه الأرقام؟ أشك في ده يعني، وبالتالي فهي مضطرة غصب عنها شاءت أم أبت أن الأرقام دي لازم تنزل. هل الأرقام دي ممكن تبوظ فرق؟ طلعت يعني ممكن فريق مثلا متعسر ماديا في لعيبه ما يجيب لعيب بالرقم ده، هل ممكن يتعسر؟ يعني شفنا مجلس اداره نادي الزمالك في اول قرار ليه قال ان هم هيتيحوا لشيكابالا الاحتراف، هو لعيب كبير طبعا، بس يعني كان في كلام ان وجود شيكابالا بالرقم ده مع لعيبه عقود قليله جدا الفرقه مش قادره تتاقلم. هل في كده ولا عالم الكوره ما فيهوش كده؟ لا هو عالم الكوره ما فيهوش كده في اوروبا، لكن في كده في مصر. اللاعب المصري ما تقوليش ان هو عنده القدرة انه يتأقلم مع نظم الاحتراف الاوروبية والفكر الاوروبي والثقافة الاوروبية فيما يخص الاحتراف. اللاعب المصري محتاج لوقت طويل عشان يوصل لده. انا قريت تقرير انه عن بيتكلم عن اللاعب المصري، تقرير مش مصري، انه اللاعب المصري من اكتر عيوبه انه ما بيحبش الغربة، وانه قدرته على التأقلم في الخارج تكاد تكون ضعيفة جدا جدا. انه لما بيسافر بيحب الشهرة تبقى حواليه بصورة كبيرة جدا، وده يعني ضد اي لاعب محترف بيسعى لان هو يطور من شكله ومن يطور من ادائه. انه قدراته البدنية مش على المستوى المطلوب اذا قورنت باللاعب المحترف في اوروبا. رأي حضرتك كيف تجربة كابتن هاني رمزي كلاعب؟ كلاعب محترف من انجح التجارب اللي ممكن تكون اتوجدت على ومعنا على التليفون ناخده بقى. كابتن هاني مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك بدون كابتن طلعت، اهلا بيك يا سيف ومنورين. اهلا بحضرتك كابتن هاني، مبروك وان شاء الله موفق فيما هو قادم باذن الله. الله يخليك، الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا سيف. كابتن هاني الحقيقه يعني في البدايه طبعا كابتن طلعت يعني وهو بيشرح تجربه اللاعب المصري المحترف الحقيقه استشهد بيك وقال ان انت يعني تعتبر يعني من احسن الامثله لينا او السفراء باللعيبه اللي احترفت. ربنا يخليك، انا كنت سامع طبعا الكلام، ربنا يخليك طبعا كابتن طلعت شهاده اعتز بيها جدا طفير. ويمكن هو من خلال الكلام والكلمتين اللي انا سمعتهم عنده حق 100% من كذا نقطه اللي قالها، ان يمكن اللاعب المصري للاسف يمكن احنا قليلين قوي بره، واللي بيطلع وبيشتغل بشكل مباشر بيحقق نجاحات، لكن احنا طبعا بالنسبه طبعا عددنا وبالنسبه لاسمنا كبلد افريقي كبيره جدا عدد اللاعبين المحترفين قليلين للاسباب اللي طبعا الكابتن يوسف بعض الاسباب اللي الكابتن يوسف ذكرها. كابتن هاني ببارك لحضرتك طبعا على اللقاء النهارده، انتصار كبير على نادي ام بي، ماتش الحقيقه اديت ماتش بشكل كويس، كل الناس بتقول ان يعني اول ماتشات الكاس اللعيبه بقى لها فتره مريحه، ولكن النهارده ماتش النهارده شفنا الحقيقه اهداف كتيره قوي. طبعا الماتش كان ماتش مميز جدا، حتى يعني الناس متوقع ان هتكون حتى الحاله الفنيه لان نتيجه غيابات عن المباريات الرسميه، لكن الولاد ظهروا بشكل مناسب جدا، شكل رائع، وخاصه في الشوط الثاني رجعنا للمباراه مرتين، وده يمكن يحسب برضه للولاد ان هم بيرجعوا قدام فرقه يمكن فرقه حامل اللقب من السنه اللي فاتت، فرقه انبي من الفرق الكبيره جدا تحت قياده جهاز فني محترم ولاعيبه كويسين قوي، لكن قدرنا نرجع مرتين المباراه وانهينا طبعا سباق المباراه بضربات الجزاء، لكن الحمد لله يمكن خاصه الشوط الثاني عملنا شكل كويس قوي من الناحيه الفنيه ومن الناحيه التكتيكيه. كابتن هاني يعني كان في كلام من فتره على فريق وادي دجله وان هو بيتعمل له يعني اعاده هيكله في عقوده وان المكافآت تبقى على الابناط بس، وكانت الناس قالت ان يعني استعداد وادي دجله خلاص يعني مش هيبقى في دماغه الدوري والكاس قوي، ولكن ده النهارده ما شفناهوش يعني.
لا والله المنظومه يعني اشتغلت كويس طبعا، ترجع للاداره، اداره مشغله بفكر احترافي الى حد كبير جدا. انت عارف طبعا كان في علامات استفهام كتير جدا على الكوره في مصر اذا كان هترجع ولا لا، فاحنا خفضنا يمكن سقف التعاقدات ل 500,000، يمكن ده من اقل التعاقدات على مستوى الانديه في مصر، ولكن رفعنا حافز الاجاده، وده شيء يحصل طبعا ان الاداره فكرت بهذا الاسلوب، ان وده يعني نوع من انواع النظره الاحترافيه، ان اللعيب هتأدي وهتكسب وهيتعدى يعني هتجيب بنات وتبدا بوضع كويس، اكيد هتاخد فلوس، لكن مفيش بقى حته ان اللعيب قبل حتى ما يبدا الموسم ياخد 25 او 50% من عقده، يبقى هو كده واخد يعني وقت من غير ما يدي بمعنى اصح. يعني احنا متعودين، وانا من خلال تجربتي الاحترافيه، احنا ممكن النادي بيدي فلوس كبيره جدا ولكن لازم يكون فيها مقابل، يعني والمقابل لازم يكون الاول، يعني لازم اللاعب يدي الاول ويحط النادي على مستوى مميز ويؤدي بشكل جيد، وبعدين هيلاقي العائد المادي بالنسبه له. فاحنا بالظبط زي ما انت بتقول يا سيف، يعني مشينا بهذه المنظومه، وعندنا عدد كبير جدا من الاولاد الصغيرين ان شاء الله برضو يكونوا موجودين في الصوره الفتره اللي جايه. ما جبناش لعيبه كثيره، يمكن مهاد سعيد يمكن اللعيب الوحيد هو احمد بلدي، دول اللي كانوا خارج اسوار النادي، ولد صغير اسمه بيكا كان بيلعب في نادي السكه. فاعتقد ان احنا الحمد لله ماشيين بشكل كويس، ربنا بس يكرمنا ان شاء الله. احنا خطوه ومستنيين بقى الفائز ان شاء الله من مباراه الاسماعيلي والالومنيوم، نكون للمباراه قبل النهائي باذن الله ان شاء الله. ربنا يوفقك كابتن، بتمنى لك كل التوفيق. كابتن هاني رمزي يعني شكرا، بشكرك شكرا جزيلا، المدير الفني لنادي وادي دجله. راي حضرتك ايه في حته اللائحه دي؟ احنا ما عندناش ثقافه فيها قوي. لا هي هو فكر جديد مرتبط بالواقع اللي احنا بنعيشه، يعني هو الواقع اللي احنا بنعيشه اضطرهم لانهم يلجأوا الى هذا. وعلى فكره انا يعني كنت على اتصال بكابتن علي ابو جريشه في الفتره اللي هي ما قبل التحضير للموسم يعني، وهو قال لي على الفكره دي، فكره هايله جدا لكن صعب تطبيقها في الانديه الجماهيريه. تتمشى بشكل كبير جدا في انديه المؤسسات والشركات. لانه في نوع من الضمانه، انت عارف هم عاملين البونت في الماتش بكام؟ ب 10,000 جنيه سمعت؟ يعني الماتش ب 30,000 جنيه في حاله الفوز. شيء رائع. ويعني يديك باور كلاعب لان انت تحقق. لكن صعب جدا ان الكلام ده يتحقق في الانديه الجماهيريه. اولا اللعيبه نفسها مش عايز اقول مش هتقبل، انما مش هيبقى عندها قناعه بانها تتواجد في نادي جماهيري وماشي بالسيستم ده، ما عندهاش قناعة وما عندهاش إحساس بالمصداقية على اللونج ران. إحنا عندنا مثلا، أنا عندي في النادي في 25% لكن بتتاخد على مراحل، وإنه في حالة عدم إقامة المسابقة اللعيب ما هتتاخد، يعني 25% بتتاخد تقريبا على 4 مراحل، 6 وربع 6 وربع 6 وربع الى ان يتم يعني بدء المسابقه يعني. ودي اقل حاجه قدرنا نوصل لها يعني. يعني احنا النهارده لحد دلوقتي اللعيبه واخده 6.25% من عقودها. النهارده وانا بقالي مثلا شهر ونص بادي. المفروض انه على اول 12 بيبقى في جزء ثاني وبعدين يكون وصل ل 25%. هاخد حضرتك لملف تاني، هو ملف منتخب مصر. ملف منتخب مصر كل الناس قاعدة دلوقتي بتفكر بتحلم، لقاء صعب مع غانا، الناس عندها حالة حزن من اللقاء اللي فات، نتيجة تقيلة جدا، نتيجة 6-1، ولكن كل الناس عندها أمنية في الحلول، وكل واحد بيفكر من جواه، هل الحلول في تغيير بعض المراكز، محتاجين أسامي كبيرة، محتاجين تغيير خطة، محتاجين اللعيبة تفوق، يعني اسئله كتير اكيد الاجابات عند حضرتك. يعني اجابات مش عندي، انما انا بجتهد بحاول ان انا يعني افكر واشوف. انا اتصور انه الحلول في المقام الاول لازم تبقى خارج حدود الملعب، يعني بعيده عن الشق الفني والشق البدني. الكل مقر بانه اللاعبين في هذا اليوم ما كانوش في حالتهم الطبيعيه على الاطلاق، ولكن لازم نقر أن هناك فوارق فنية وبدنية بيننا وبين غانا، بيننا وبين كوت ديفوار، بيننا وبين الجزائر. هذه الفوارق لها أسبابها. لما أقول أنه غانا عندها
240 لاعب محترفين في أندية أوروبا، أندية مش مجرد أندية، أندية لها اسمها ولها تاريخها ولها كيانها ومحققة بطولات على المستوى الأوروبي وعلى المستوى المحلي في هذه الدول. فده يديك انطباع أن منتخب غانا يعني لابد أن يكون مصنف بشكل مختلف عن منتخب مصر. لما أنت تبقى عندك 10-12 لعيب محترف بس ومش في أوروبا، واللي ممكن يكون بارز في الوقت الحاضر بصورة يعني أكتر وضوح محمد صلاح، إحنا بنتكلم عن لعيب واحد. دي معطيات لازم تديك نتيجة في الآخر يعني. أنا قلت لحضرتك أنه في 6 و8 و10 إحنا حققنا إنجازات البطولة بالرغم من وجود هذه الفوارق، ولكن النشاط كان شغال، النشاط كان شغال، وبالتالي كانت هناك جاهزية للاعب المصري تسمح له أنه يتساوى إلى حد كبير من خلال السبيريت والروح والتصميم والشحن والإعلام والجماهير. الأمور بتختلف يعني دي شوية. دي فاتورة توقف النشاط كابتن طلعت بنسبة كبيرة، بنسبة كبيرة. اللاعب بشكل عام مش اللاعب المصري إذا ما تحطش تحت الضغط العصبي والنفسي والضغط البدني بشكل فيه رتم، أنت عارف بندول الساعة، اللاعب لو ما أنا بكلمك ده مش رأي، ده علم يعني، ده شيء مقرر، دي نظريه ما ينفعش نختلف فيها يعني، انه اللاعب اذا ما اتحطش تحت رتم ثابت الى حد كبير في ظل وجود ضغوط عصبيه وبدنيه وفنيه عليه، تاكد انه عمره ما هيوصل لافضل حالاته الفنيه والبدنيه مهما عملت. لما المسابقه تقف سنتين ما تنتظرش من اللاعب ان هو ينزل وكأنه في فروق كبيرة جدا بين أداء منتخب مصر في 2010 شكلا وموضوعا وأداء منتخب مصر مثلا في ماتش زي ماتش غانا، لأنه الريتم ده مش موجود. إحنا دايما لما بتبقى في مشكلة ونحس إن هي مش محلولة بنتخطها ونتكلم على إننا مستمرين، لا، لو تخطيتها المشكلة دي هتوقفك في اللي جاي. إحنا ما بنتكلمش بشكل واضح وصريح عن دور توقف المسابقة في تجهيز اللاعب الدولي، ده شيء يعني زي ما انا شايفك وانت شايفني كده، احنا ما فيش حلول دلوقتي واحنا بنتكلم، فهنركن الموضوع ده على جنب ونكمل كلامنا، لكن لابد ان تكون هناك حلول. فالدوله اتحاد الكره مسؤول عن عوده المسابقه، ووزير الرياضه مسؤول عن عوده المسابقه، ولكن القرار مش عندهم. خلينا نقرر ان القرار مش عندهم، القرار امني، الكل عارف ومدرك ان القرار امني، القرار عند الوزير، وزير الداخلية، عند مديري الأمن في المحافظات، عند رئيس الوزراء، فده قرار سيادي، الكل عارف ان ده قرار سيادي. فلا بد ان تكون هناك قرارات جريئة وشجاعة تسمح لنا. احنا سيف تقريبا وفقا لمعلوماتي الدولة الوحيدة في العالم اللي الدوري فيها مش شغال، انا بكلم في العالم، احنا والصومال بس يعني. طب ده كلام صح؟ لا والقلاقل اللي موجوده في الشارع، عشان نبقى بنتكلم في مواجهه المشاكل، القلاقل اللي موجوده في الشارع هتفضل موجوده، بتقل بصوره واضحه وصريحه، لكن هي هتفضل موجوده لفتره، نقف الناس تقعد في بيوتها يعني. حادث الكنيسه اللي حصل ده في الوراق يعني، الناس ما تروحش كنايس بعد كده؟ لو حصل حادث في جامع ما نروحوش الجوامع؟ عند حضرتك حق طبعا. احنا محتاجين لاننا نواجه هذه المشاكل ونتصدى لها على المستوى الامني وعلى المستوى الشعبي يعني. الناس والجماهير مطالبه بانها يبقى في قرار امني، والجمهور يساند هذا القرار بانه يقف قدام اي تجاوزات ممكن تحصل، ونتوقع ان تكون هناك بعض التجاوزات عشان ما نبقاش عايشين في احلام ورديه. لما تحصل تجاوزات لا اوقف المسابقه مره تانية، لا، المسابقه هترجع، وقد تكون هناك بعض التجاوزات، هذه التجاوزات نتعامل معها وفقا لحجمها ولحدتها، وفقا للقانون، وفقا للقانون بس، طبق القانون، طبق القانون، ومحدش هيقدر يلومك على اي شيء. في حاجات كتيره في مصر احنا محتاجين اننا نطبق القانون فيها، لكن احنا بنتكلم في الكوره دلوقتي. لا، لاول مره يعني افتح الملف ده وحضرتك معايا، لان انا مش ضليع فني قوي. الروشته الفنيه يعني، حضرتك عارف احنا الوقت بالنسبه لنا ضيق، كل الناس بتجتهد، ولكن يعني برضو انا بيعجبني دايما حضرتك بتتكلم بشكل اكثر واقعيه واكثر يعني علمي اكثر. الناس محتاجه تفهم، هل حضرتك المشكله في اللعيبه؟ لا، فرقة غنى تقيله تقيله، احنا داخلين على ماتش زي اللي فات، لا نقدر نعوض.
يعني انا قلت انه منتخب مصر في حاجه الى تهيئه نفسيه، والتهيئه النفسيه دي لازم تتم كانت من لحظه نهايه مباراه غانا الاولى. انا ما اقدرش احدد اذا كان هناك تحرك في هذا الاتجاه تم ولا لا. فرقه مصر محتاجه انها تتجمع بدري شويه، وان يكون هناك علاج سواء كان من الجهاز او من الاتحاد او من اي اعتقد مسؤول. الكابتن ضياء السيد في الملف ده شغال وبقوه بقاله 36 ساعه اعتقد. مهم جدا، لانه ده الاساس اللي انت ممكن تبني عليه قراراتك الفنيه بعد كده. لو ده ما توجدش فتاكد انه لاعبي منتخب مصر هينزلوا المباراه الجايه وهم منكسرين، في حاجه جواهم مشروخه ما تعالجتش، مش حد يقدر تعالجها 100%، لكن على الاقل توصل ل 80-85% من انك تعالج هذه الاثار النفسيه. وبعد ما دي تتعالج ويبقى عندهم قناعه واحساس ويدركوا انهم عندهم القدره ان هم يواجهوا ويفوزوا، بصرف النظر بقى ان هم ما نتكلمش عن الخمسه طبعا 5-0 او 6 او، انما يواجهوا ويؤدوا بشكل مشرف ويردوا اعتبارهم ويردوا اعتبار منتخب مصر، وان دي مسؤوليه مرميه على كتفهم وان هم قادرين على تحقيقها من خلال انجازاتهم اللي فاتت. تاريخهم بيقول كده بالرغم من الفوارق اللي انا قلتها، وبالرغم من عدم وجود مسابقه، هناك واقع بيفرض نفسه. لكن اللاعب المصري لما يحقق انجاز بفوز على غانا اللي هي كسبتنا من ايام قليله، اتصور ان ده هيحسب له. لازم اللاعب يبقى عنده ادراك حتى لو ما وصلناش لكاس العالم، ما يبقاش الهدف في المرحله الجايه اننا نوصل لكاس العالم، لا، الهدف هو اننا نرد اعتبارنا، نرد اعتبارنا قدام الفيفا، نرد اعتبارنا قدام الكاف، نرد اعتبارنا قدام الدول العربيه. اللاعب المصري يحس بمسؤوليته تجاه هذه الجهات، يرد اعتباره قدام شعب مصر. لو قدر يعمل لو هو حس بالكلام اللي انا بقوله لك مثلا، وانا حاسه، انا جوايا الاحساس ده، نفسي انزل، انا نفسي انزل العب عشان انا حاسس بجرح، وان انا الوحيد اللي عندي القدره ان انا اعالج هذا الجرح. اللاعب المصري هو الوحيد اللي عنده القدره انه يعالج جرح مصر اتجرحت. هل علاج حضرتك لاعب مجروح ان انا اريحه ولا اديله فرصه اعوض؟ هدي حضرتك حق رد بس بعد الفصل. فصل ونرجع تاني مع كابتن طلعت يوسف. زي ما قلت لكم كل الناس في الشارع قاعده بتتساءل، يعني كل الناس انتقدت نجيب، حملت شريف اكرامي، ففي ناس تقولي هل ممكن بقى يلعب لقاء تاني زي ده، ادي حد فرصه تانيه، اشتغل مع نفسي؟ يعني اكيد اكيد الاجابه عند حضرتك. اتصور انه هو في حاجه انه يحصل عمليه نوع من الاحلال من داخل المجموعه اللي هو مختارها. هو معاه كام لعيب؟ كان هو كان معاه حاجه و30 32 اعتقد، وسافر يعني ب 25 يعني نفترض نتكلم على ان هو معاه 25 لاعب. فانا انا متاكد انه هيغير في بعض الاسماء على الاقل 3-4، انه يغير التكتيك. اتصور ان هو هيغير التكتيك لانه هو ثبت له من خلال التجربه ان الاسلوب اللي احنا لعبنا بيه ودانا في سكه مش كويسه. بصرف النظر، خلي بالك في الكوره مفيش حاجه انت صح وانا غلط. يعني لما نتكلم في نقطه معينه، الكوره الاراء فيها مطلقه، كل الاراء صح وكل الاراء غلط، النتيجه هي اللي تاكد. بس شكل الاداء، انت بتقعد على السبوره وعلى البورد بتقول 1-2-3-4، بتقول كلام لو اتطبق تبقى انت احسن فرقه في العالم، لكن هل ادواتك بتطبق هذا الكلام؟ وهل تقييمك لهذه الادوات يعني سمحت لك بانك تقول الكلام على البورد بالصوره دي؟ انت في حاجه في المقام الاول، لما نتكلم على تغيير الطريقه، انا قلت ان هو في حاجه الى ان هو يعني تحصل عمليه احلال لبعض الاسماء داخل الملعب. يعني راي حضرتك الصريح ان في اسامي او عناصر كانت موجوده مش هينفع تكون موجوده في ماتش العوده، مش عشان هي مش كويسه طبعا، هي ما كانتش موفقه دي في المقام الاول، انه نمره 2 مش ماتشها، القبول لوجودها في المباراه الثانيه على جميع المستويات
يعني الجماهيرية والإعلامية والرسمية في الآخر شوية مش هتبقى منطقية، وده هيحط لود عليهم، يعني هبقى بظلمه، بحط بشيله أكتر مما يحتمل. هو في حاجة في المرحلة دي، لا أنا مش عايز أتعرض لأسماء، لكن اللاعب اللي ما كانش موفق في هذه المباراة هو في حاجة لأن هو ياخد نفسه بره شوية، يعني يتفرج يشوف الناس اللي جوه. وأنت في حاجة لأن أنت تدخل ناس عندها الإحساس اللي أنا كلمتك عنه، إحساس بمسؤولية علاج آثار مباراة غانا، داخل فريش ما حصلتش المواجهة اللي حصلت مع الآخر الأولى، بالإضافة لأنه تكون هناك يعني معالجات لفكر هؤلاء اللاعبين من الهدف اللي احنا عايزينه من هذه المباراة. احنا عايزين نؤدي بشكل فيه قوة ورجوله والتزام تكتيكي ونتيجة إيجابية. في أسباب كابتن طلعت، يعني كان في كان ليا كده حديث مع بعض اللاعبين، كان في اسباب ما اعرفش الاسباب دي فعلا تخش في يعني في دائره الاهتمام ولا لا، ان اللعيبه بيقولوا ان الماتش زي ده محتاج لعيبه خبره تتكلم في الملعب، تتكلم بعض، محتاج لعيبه من طراز خاص، مش بس فنيا. يعني حضرتك بتحط تشكيل لازم تبقى حضرتك عارف ان اللعيبه دي محتاج حد يكلمها. ما اعرفش سمعت اللفظ ده اكتر مره، هل الكره فيها كده؟ فيها، لكن بالنسبة يعني لو بنتكلم ان احنا بنتكلم عن 11 لاعب في المركز بما فيهم الجول كيبر، انت محتاج لواحد او اتنين، يعني اتنين كتير. لما اصل انت حتة الخبرة دي، انت لما بتتكلم عن خبرة على طول بيتطرق الى ذهنك السن. يعني في المقابل تتكلم عن السن طبعا، الخبرة دي نتيجة تراكمات سنوات عمل. أبو تريكة عنده من الخبرة اللي تسمح له إن هو يكون قائد. أنت مش محتاج بقى الثلاثة أربعة قادة أوفر إيج. ولا أنا ما بحبش أتكلم عن السن خالص، لكن في مصر أنت مجبر إنك تتكلم عن السن بشكل عام. هناك شواذ، هناك حالات ما تقدرش تقول إن هي يعني حالات محافظة على نفسها بنسبة كبيرة، لكن في النهاية سن اللاعب المصري في مصر بيؤثر بشكل عنيف على أدائه. وبالتالي لما نتكلم عن وجود الخبرات، الخبرات مطلوبة ولكن بشكل لا يؤثر على قدرة التيم في أداء على المستوى البدني. الخبرة موجودة لما يبقى معاها ناس تقدر تعوضه، هو بيعوضهم، بيضيف لهم من خبراته وهم بيضيفوا له من جهدهم. لو النظريه لو البالانس ده تواجد، اوكي، لو قدرت توجد ثلاث لاعبين في الملعب اربعه عندهم من الخبرات والجهد المنطقي المعقول، ويكون في خمسه سته عندهم من القدره ان هم يشيلوا النقص اللي ممكن يكون موجود في ادائهم البدني، اوكي. هل كابتن طلعت في الجزء الفني بيبقى في دماغ حضرتك مين اللعيب اللي بيتكلم في الملعب؟ يعني حضرتك وقاعد بتتخيل الفريق في البدايه، لان انا الحقيقه شفت مشهد برضو في اللقاء ده غريب شويه. كابتن ابو تريكه من الشخصيات الهاديه جدا، يعني في الملعب منتصر عمره ما طلع له صوت. انا فوجئت، ودايما اللي بيتكلم الفتره الاخيره في منتخب او اللي قائد في الحته اللي ورا بشوف حسام غالي عنده ثبات وهدوء، بيتكلم دايما من اللعيبه. حسني عبد ربه لو موجود، فوجئت بابو تريكه يعني مش بيتكلم، يعني لدرجه ان انا كنت مركز معاه في الحديث، قاعد بيشد من اللعيبه، اقفوا على رجليكم، انتوا بتعملوا كده ليه؟ مش اثناء المباراه؟ اثناء المباراه اول مره، انا اول مره اشوفها. لدرجه في لقطه الكابتن ابو تريكه يعني التيشيرت نفسه بيشدها وبيروح لكل اللعيبه، ما تقفوا على رجليكم، في ايه؟ انتوا عاملين كده ليه؟ يعني بيكلمهم بشكل، حسني عبد ربه من بره، حسام غالي برده من جوه الملعب. فهل الحسابات دي بتبقى محسوبه في دماغ مدير فني؟ مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيشد من اللعيب؟ مين اللي بيهدي؟ لان انا شفت برضو الفتره اللي فاتت كذا لقاء لمنتخب مصر، يعني دايما حتى لقاء منتخب مصر لما بيبقى مهزوم في البدايه واحد، حسام غالي بياخد الحته دي لانه بيجيد مثلا التعامل فيها، حسني لو موجود في الملعب. ولكن لاول مره كنت اشوف ابو تريكه بالحاله دي. يعني هو اولا اللاعب اللي بيتكلم جوه الملعب ده يعني بيفترض ان هو بيبقى عنده مسؤوليات القيادة. القيادة أنا شايف إن هي
قد تكون متوفرة في شخصية أبو تريكة ولكنه لا يفصح عنها، دايما بيختزنها جواه. وزي ما أنت بتقول هو قليل الكلام، وفي أوقات كتيرة جدا بحس أنه بيكسل، أنا تحليله بيكسل أنه هو يتكلم أو بيشعر أنه كلامه مش مفروض أنه هو يطلع منه. فما في شك أنه يعني أبو تريكة تحديدا في حاجة إلى أن توكل إليه وتفوض إليه مسؤولية القيادة بشكل علني إذا كانت هناك رغبة من الجهاز في ذلك. بس معلش لو حركت اسمح لي في حتة أبو تريكة دي بالذات، أنا يعني عشرته، هو 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 يعشق الدور الخفي. أنا لسه هقول لك لسه يعني أنا كنت هكمل في الجزء ده. أنا هقول لحضرتك دي يعني إيه؟ يعني أنا شفته بيشتغل مع اللعيبة مثلا في 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 الطرقة بتاعة الأوض، قاعد لاممهم بيتكلم معاهم، ولكن دايما في النور قدام الكاميرا هو أقل واحد فيهم. يعني حتى في اللعيبة مثلا الدوليين مثلا ممكن ليهم طلبات، مثلا هو طالع الطيارة أبو تريكة بيطلع الأتوبيس أو الطيارة أو أي حاجة، بيقعد في الكرسي زي أصغر لعيب. هم عندهم دايما في المنتخب ترتيب، يعني حتى الصغير يقول للكبير يا كابتن وكده. لا يعني حتى في تجميعة الصلاة أبو تريكة ممكن يا إما أو الكابتن حسني أو بتاع، بس يتكلم على انفراد في دوق، ولكن الدور الظاهر ما بيعملوش. ودي الحقيقة من مميزاته اللي أنا شفتها. يعني ما فيش شك ان هو شخصية يعني ما فيش اتنين يختلفوا عليها، يعني على المستوى الانساني يعني وعلى المستوى الكروي والفني. يعني هو ادى منتخب مصر كتير. الجزء اللي انا عايز اكمله لك هو انه في اوقات القيادة دي بتبقى جوه الانسان. يعني انت كلمت عن حسام غالي، حسام غالي بيحب يتكلم، ابو تريكة ما يحبش يتكلم. يعني بنتكلم عن شخصيتين والاتنين بيتمتعوا بخبرات. حسام بيحب يتكلم ويوجه ويصحح، ولكن قناعة اللعيبة صح مسألة مهمة جدا. صح. يعني أنت لما تكون موجه ليا داخل الملعب، أنا في حاجة لأن أنا تكون عندي قناعة. أولا لازم أكون بحبك ومقتنع بيك ومقتنع بأن أنت قائد وأن أنت قدوة وأن أنت بتدي قبل ما تكلمني أنت بتأدي دورك بشكل في إخلاص. ده نفس دور المدير الفني فن. بالظبط. فإذا ما كانش اللاعب اللي بيتلقى التوجيه عنده قناعة بأنه الموجه بالنسبة له يعني هو رمز، التوجيه ده ممكن يعمل عكسه، يعني يأذي الفرقة. فأنت في حاجة لأن أنت تنتقي القائد وأنك تستشعر حجم حب اللعيبة له وقناعتهم به وإخلاصهم له في كثير من المواقف. يعني هديك مثل كابتن شحتة الإسكندراني. كابتن شحتة انا قعدت وانا اول ما طلعت العب في الفريق الاول في نادي الاتحاد قعدت 3 سنين على الدكه عشان كابتن شحتة بيلعب، وبعدت سبت كوره ورحت وعملت حاجه تانية خالص سنه. رجعوني بعد سنه جيت لعبت، قالوا لي طول ما شحتة بيلعب كابتن شحتة احسن لاعب في افريقيا، هتروح فين يعني بتتكلم فين؟ فرجعوني ولعبت. اول ماتش لعبته بنلعب محله ضد المحله، جبت جون وكان الكابتن شحتة موجود في الملعب وانا لعبت جنبه. خلاص الراجل ده انا بحبه حب يعني قائد قدوه مخلص كل ميزات اللاعب النموذجي. كنت لما ابقى جنبه في الملعب ويعمل حاجه غلط ابقى عايز اعالجها اكتر من علاج اي خطا انا برتكبه. فدي نقطه مهمه جدا. مش انا بقى يعني بص مجموعه اللعيبه اللي حواليه وهو كابتن فرقه وقائد لكن محبوب. في مواقف خارج الملعب بتخلق هذا الحب. انا مش هحبك من مواقفك جوه الملعب، بس مش هقتنع بيك من مواقفك جوه الملعب. صح. لما هتكون انت احسن لاعب في العالم، لكن في مواقف انسانيه خارج الملعب يعني بتحصل وممكن يفتعلها يختلقها عشان انا ممكن اختلق موقف معاك من غير ما انت تحس، لكن عشان اخليك تحبني. شايف حضرتك ان من الناحيه الفنيه الجهاز الفني المنتخب مصر محتاج لعيبه من بره، ولا هو مش محتاج غير المجموعه اللي بقى؟ لا انا مش مع انه حتى لو محتاج في الوقت الحاضر، انا مش مع ان هو يستجلب لاعبين من خارج ال 25 لاعب اللي ما كانوا موجودين، الا اذا كان هناك تجاوز ادبي وسلوكي من لاعب موجود جوه ده لازم يطلع بره. بص يعني انا سمعت عن تجاوزات حصلت بعدم التزام بنظام الفرقة أثناء العودة، ده لازم بره لو هو اللي هيوديني كأس العالم.
ولو حصل غير كده ما تنتظرش من منتخب مصر في الموقف ده بالذات اي شيء، لان اللعيبه هيحسوا ان الامور يعني في عزبه. بمنتهى الصراحه شريف اكرامي عنده ازمه مع الاعلام، ازمه. ناس قالت ان يقدر يكمل، ناس قالت ان ما يقدرش يكمل. يعني انا عايز رد من حضرتك في دي لان وقتي قرب ينتهي. شايف حضرتك ان شريف يقدر ان هو يتعامل مع الموقف، يقدر يفصل، يقدر يحضر نفسه بشكل مختلف؟ يعني الجواب على هذه النقطة أعتقد أن هي عند شريف، ولكن المسألة محتاجة لمعالجة من زكي ومن برادلي إذا كان عندهم الرغبة أو عندهم الثقة في أنه شريف هو الأفضل لمباراة غانا. وإن كنت أنا شخصيا أفضل أن الشناوي هو اللي ياخد. هي دايما وجهات نظر حضرتك، دايما وجهات نظر محترمه. بحب دايما حديث حضرتك لان دايما بشكل علمي ومختلف. الحقيقه لاول مره او اول حلقه من يوم ما اتكلمت في الموضوع ده كل الناس دايما تروح على برادلي، على ضيا، على زكي، على جديد، على سيد معوض. يعني اول مره الحقيقه نفتح الحديث بشكل اكثر يعني علمي اكثر زي ما بيقولوا. بشكر انا رايح الماتش اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله دي خطوه الحقيقه، خطوه جميله جدا ان شاء الله. والناس كلها لازم تروح الماتش، لازم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتنا كابتن طلعت نورتني. خلصنا حلقتنا النهارده الحقيقه مع نجمنا كابتن طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد. استنوني بكره في نفس الميعاد، لا السبت ان شاء الله في نفس الميعاد، وحلقه جديده من حلقات ملاعب اليوم. السلام عليكم.